بص بقى، احنا الجد هلا هلا عليه وهلا هلا على الجد عليه، ماشي يا بابا ستو؟ ايه كميه الهلا هلا اللي انت بتقولها دي ياض؟ وبعدين ايه بابا ستو ياض دي؟ ده انا كل ياض برجله، ده انا كل برجله ياض. معلش معلش انا بس بتبتدي بلخبطه الاول. المهم دلوقتي دولة تحت يعني وكلني وشربني واداني جنيه ربعين وقال لي بص يا رمزي عشان انت كبير المنطقه اطلع كلم بابا ستو في موضوع كده مهم يعني. ولا انت شكلك كده ياض ابن امك ياض، صح؟ طب ربك طب ربك مال يا بابا ستو، هكون يعني ابن ام تانية غير امي يعني؟ والله انت يا عم شكلك كبرت وخرفت يا عم. باين كبرت وخرفت. كبرت ايه ده؟ لا ايه ده؟ انا حاسس الزمن بيطلع بيا لقدام وبيرجع بيا لورا، وحاسس جالي فونيا من الادوار العنيا. تعالى نقعد تعالى نقعد تعالى نقعد تعالى نقعد. تشرب شاي؟ يا ريت والله يسقيني. قعد استنى ما اشرب نفسي الاول وبعدين. وانت عايز ترغي في ايه بقى يعني؟ بص بقى بابا ستو، احنا دلوقتي زي ما انت عارف يعني الانسان مننا محتاج انثته، والانثى مننا محتاجه راجلها، صح؟ وبعدين ظل راجل ولا ظل شجره؟ صح يا ياض، وعلى راي البسل والشجره بودنين بيشيلوها يوم الاثنين، صح؟ صح يا بابا ستو، عليك نور يعني. بس انا ليا تعقيد على كلام حضرتك الاخير. هتعقد؟ عقد يا ياض عقد. بص يا سيدي، احنا دلوقتي بصريح العباره يعني عايزين نجوزك عشان تهدى كده هون بقى وتحل عن سمانه بقى. ايه حل عن سمانه دي؟ ايه حل عن سمانه؟ وبعدين اتجوز ايه يعني المشكله؟ طب انا بره كنت في المغرب ياض واتجوزت، عارف واحده كانت ايه بقى ياض؟ وكانت هي يلا عفرف عليك بقى بابا ستو. بص احنا دلوقتي مش هنفرض عليك يعني واحده بعينيها او بمرخرها، لا احنا هنا يعني هوقف لك ستات الحريم بتوع المنطقه كلها كده ونصف، وانت تستنقى منهم براحتك. انا استنقى؟ واستنقى انا؟ وبص طب وام ربيع هتبقى واقفه معاهم اللي انا استنقى؟ لا ام ربيع دي متجوزه. ايوه انا هتبقى واقفه معاهم ولا مش واقفه معاهم؟ حاضر هشوفها لك يا بابا ستو. ايه قلت ايه بقى؟ طيب لا بص انا مش هسرق يا ياض، انا مش هسرق، انا خلاص انا خلاص ياض اللي انا عايز ارتبط بيها وموجوده في البيت ده. ما تقولش ما تقولش، انا هقول لك عشان انا ناصح. هقول لك انت بتفكر في مين؟ ها طب قول ياض، لو عرفت اللي انا بفكر فيه صح هديك بالقلم، لو عرفت غلط هديك بالقفا، يعني شوف انت اختار بقى وانا هديك بالقلم. يا رب يطلع غلط يا رب عشان اخد بقى بالقفا، عشان بقالي كتير قوي ما خدتش بالقفا يا بابا ست. وبعدين انا بحس ساعتها بانتعاشه كده هون مفتخره كاني بشرب في فنجان قهوه على فكره. طب ياض قول بيه قول بيه عشان انا ايدي خلاص اهي ايدي بتاكل لي. بص بقى بابا ست بقى ابو الرماميز هيقول لك مين؟ ام الواد عصعص. ام عصعص مين؟ ام الواد عصعص الله يرحمها اللي كانت بتيجي هنا وتاخد العيش المكسر عشان المعيز بتاعتها، هي ولا لا؟ اوبا عصعص اوبا عصعص وعيش وبتقول الله يرحمها اتجوزها ازاي؟ اهبل يا اهبل يا اهبل. صح صح. طب طب مين يعني من البيت هنا فين؟ واحده بالبيت هنا هو ياض، وبص مش عايز استرقى وهي واحده بالبيت ده. اقول مين؟ مين؟ الزغلوله الصغيره. ما تقولش ما تقولش، البنت ياسمين صح؟ ياسمين يهبل ياسمين يهبل البيت وايه ورا ورا البيت التاني يا ادم موترينك يا ادم اللي بتقعد راحه جايه دي موترينك. بس بس يا عم البيت نوجة. نمس انت بابا ستو نمس، طمعان انت في المصروف بتاعها وعلشان تذاكر لها كمان صح؟ ذاكر لها صح يا ياض، وذاكر لها وبعدين ايه واقعد اخد المصروف بتاعها واذاكر لها واتجوزها بقى ايه ده؟ ايه؟ والزرعه دي؟ الزرعة دي حلوة؟ حلوة قوي قوي، ما تدهني بابا ستو. عايز الزرعة دي؟ خد اهي. مين الحيوان اللي بيزعق ده؟ استنى هسقهولك هسقهولك. قاس ايه ياض؟ اليح. وفضل رمسيس ماشي في الصحراء، ماشي في الصحراء، ماشي في الصحراء، يطلع له أسد يقتله، يطلع له غزال ياكله، يطلع له حصان يركبه، يطلع له كلب يعضه، يطلع له ناموس يقرصه. كلب ايه وناموس ايه؟ كلب ايه وناموس اللي هيطلعوا له في الصحراء يا اهبل؟ ايه دول؟ ما انت لسه مطلع يا عم اسد وغزال اهو في الصحراء، انا قلت لك حاجه؟ اهي لمطتك دي بقى اللي هتخليني مش هكمل لك اي حاجه. لا 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 انا اسف يا دول انا غلطان، انا اسف. كمل يا دول كمل والنبي. يا ده انا بفيدك يا في التاريخ يا واد. المهم بقى فضل
رمسيس ماشي في الصحراء ماشي لغاية ما وصل لميدان رمسيس. لقى تمثال رمسيس، اتأكد ان هو ده الميدان، دخل المحطة، ركب القطر بقى الفرعوني يالا ها، وداه لغاية الأقصر عند عيلته بقى تلم مع عيلته. عيلته دي يعني اللي هي الأسر يا دولا، زي الأسرة اللي هي ال 17 والأسرة ال 21 وكده هون. يخرب بيتك ابتديت تفهم يا ده رمزة اهو. الله تلميذك يا دولا تلميذك. المهم بقى لما عيلته بقى اللي هم ايه اللي هم نفرتيتي بقى على توت عنخ آمون على خوفو على العيال دي كلها واخد بالك، وراحوا خدوا حته ارض بقى من المحافظه وبنوا عماره فرعوني ضخمه كده اهو على النيل بقى في 6 اكتوبر، كانت زراعات لسه صحرا بقى واخد بالك، وراحوا عاشوا بقى كلهم بقى هناك في العماره وقاعدين مع بعض بقى لم شمل الاسره يعني كلها. يا دولا يعني الاسره الاولى كانت ساكنه في شقه واحد والاسره الثانيه كانت ساكنه في شقه اتنين وكده هون يعني صح؟ ده انت تدرس تاريخ بعد كده يا لف، برافو عليك. رمسيس بقى كان ساكن في شقه 12 عشان هو الاسره 12 بس، كان هم بنيين العماره على شقتين فهو كان ساكن في السادس بقى. ياه السادس دي عاليه قوي يا دولا، معلش بقى ما هو الاسانسير بردك بيسهل. اسانسير يا هبل، يا ايام الفراعنه من يجي بتاع 300 سنه على الاقل كان في اسانسيرات يا عبيد. امال يا دولا امال ايه كانوا بيطلعوا ازاي وينزلوا ازاي دول؟ ما عشان كده بقى يلا اخترعوا المسله، يحطوا المسله قدام العماره الفرعوني، يجي مثلا رمسيس رايح الشغل مراته تحضر له الفطار وبتاعه يقول لها سلام عليكم كده، ويقوم ايه نازل واخد طرف المسله من فوق ويقوم الزحلق نزل على تحت، خد بقى العجله الحربيه اللي هي العربيه بتاعته دي وطالع بقى على شغله في الوزاره وبتاع. الله يا دولا الله. طب ويا دولا لما بيخلص بقى شغله ويجي مروح بقى يطلع ازاي؟ ما بيرجع بالمسألة بيرجع في الاسانسير بيطلع ولا اهلا مطك دي اللي ولا مش هحكي لك حاجه تاني. يلا يلا ايه دولا انا عايز استفسر بيطلع ازاي؟ وانت فيدك يلا، وانت مش عايز تستفيد اطلع بره. يلا دولا عايز استفسر بقى. ما تستفسرش اطلع بره، خد 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 تعال تعال تعال. عايز ايه؟ بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش. بتبرطم بتقول ايه؟ بس يلا غور بقى من وش، غور من وش. واما تيجي هبقى احكي لك يالا بتاعت اخناتون يالا. انهي دي يا دول؟ اللي هم كانوا سايبه مش عايزين يجوزوه اللي هي البت اللي كان بيحبها وبتاع. بيت يا دول يلا اتكل على الله بره يالا. معاك 2 عنابه على 3 شاي. خير؟ شحنة على الهواء، تحويل رصيد، نغمات، كليبات، بلوتوث، حدد طلبك بالظبط. حضرتك ده ما بينطقش. طب ما تصبر عليه يا دولا، ده لسه جديد لسه ما اتعلمش الكلام. وريني كده. ايه ده؟ الموبايل ده استعمال خارج وللاسف ما يشتغلش في البيئه دي. ما يمكن ما بيشتغلش في الحر يا دولا. يا اخي ما الراجل قاعد، ما تسكت انت. اتفضل حضرتك. قبل اي حاجه في رسوم 20 جنيه كشف. لا لو على 20 جنيه مقدور عليه. اتفضل حضرتك. هات. نبدا نكشف. بسم الله الرحمن الرحيم. استعنى على شاب الله. يا رب يا رب يا رب يا رب. للأسف الموبايل ده محتاج عملية زرع بطارية. زرع بطارية دولا يعني احنا لو زرعنا بطارية هتطرح موبايل؟ اسكت اسكت. حضرتك زرع بطارية ايه؟ مين هيرضى يتبرع له بالبطارية بتاعته؟ ده دلوقتي احنا بقينا في زمن الاخ ما بيديش الشاحن بتاعه لاخوه. نسفره بره يا دولا. بس يا رمزي مش وقت خالص، شايفني انا متدمر ازاي عشان الحالة اللي فيها ده. الموبايل ده محتاج عملية، عملية صعبة ومستعصية، لازم يتحط على جهاز فك الشفرة. بص الاعمار بيد الله، اتكل على الله. هتتكلف قد ايه العمليه دي؟ 200 جنيه. طب ما نقدرش نعمل له عمليه يعني اللي هي بتاعت فك الشفره دي على حساب الدوله؟ طبعا ينفع، بس ده هياخد منك وقت كتير جدا وهتخش في اجراءات وروتين، وما اخبيش عليك الحاله صعبه وما تستحملش. دولا لا بقى احنا نطلع بيه على القصر العيني على طول. ده احنا نموته بايدينا اسهل، ده احنا عمال نروح القصر العيني يكون هنك يا ابني. اتكل على الله اتكل على الله. هنعمل ايه؟ مفيش في ايدينا حاجه. اتكل على الله ونعمل العمليه. تمضي على اقرار ان العمليه على مسؤوليتك؟ امضي. اتفضل حضرتك وده الاقرار. اتفضل حضرتك وادي امضيتي. ربنا يستر ربنا يستر. بكره تعدي عليا الساعه 6 في المعمل. حاضر حضرتك. اما اجيبهولك بكره ان شاء الله على الساعه 6. افطره ولا اجيبه صايم؟ اخيرا يا عادل خرجتنا نتعشى بره. يلا بس خلصي اكل بسرعه بقى عشان نلحق نروح، عندي شغل الصبح بدري. يا سلام، وايه المشكله يعني لما تعطل شغلك الصبح بدري عشان خاطر سعادتنا الزوجيه؟ ايه السعاده يعني ان احنا نقعد ناكل في مطعم؟ ما احنا بناكل في بيوتنا بدل ما الناس يقعدوا يبصوا لنا في اللقمه يعني. يا سلام، ايه ده؟
ايه ده؟ مروه الشرباكي؟ رانيا اللوحي؟ يا حبيبتي وحشيني يا بنت اللذينه، ما شفتكيش من ايام الجامعه. انت عامله ايه؟ وحشاني. تعالوا تعالوا اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. فين؟ عندنا شغل الصبح بدري. اعرفكم بجوزي امين النشارتي. اهلا وسهلا. اعرفكم بجودي عادل سعيد. اهلا استاذ عادل. اتفضل. عايز اقول لك على حاجه يا عادل، انت عارف مروه كذابين ايام الامتحانات كنت دايما بغششها من البرشامه بتاعتي. يا سلام. طيب ومدام مروه ما كانتش بتذاكر ليه بنفسها؟ او على الاقل مثلا كنت تحضري برشامك بنفسك عشان يبقى نجحت بمجهودك؟ لا، مجهودي ده انا كنت موفراه للماجستير والدكتوراه. انت بتهرجي؟ انت عملتي ماجستير ودكتوراه؟ 2 ماجستير و3 دكتوراه. و4 شاي بقى عشان القعده شكلها هتطول يا كابتن. اهلا وسهلا يا استاذ نشنجي. لا، نشنجي ده اسم عيله الوالده، موطنها الاصلي خلف نادي الصيد، لكن انا نشرتي. نشرتي تي تي بكسر الياء. يا ما شاء الله حضرتك بتكسر الياء، يعني واضح ان حضرتك عنيف. بالعكس، جوزي مرن جدا ومطيع، مثال لزوج الألفية المعاصرة. يا سلام ما شاء الله. يعني ايه معاصرة حضرتك؟ صحيت مرة من النوم قلت له نشرتي انا عايزة احضر الماجستير. ياه، يعني بدل ما تحضري الفطار بتحضري الماجستير. وحضرتك رأيك ايه يا استاذ نشفتي؟ لو نشرت نطقها صعب عليك ارفع الشين. يا سلام ما شاء الله، عمال بترفع الشين وبتكسر الياء، اتظبط لنا القعده حضرتك. بقول لك ايه، هو انت لما طلبتي منه ان انت تعملي الماجستير كان رد فعله ايه؟ قال لي اوكي طبعا يا شيخه. طب انت بقى قدرتي ازاي توافقي ما بين طلبات البيت وشغل البيت والماجستير؟ طلبات بيت ايه يا رانيا، انا ما كنتش بغسل كوبايه. يا ما شاء الله، يعني حضرتك الميه قطعت وانت بتعملي الماجستير، شوفي النصيب، يعني ما تقطع عشان تغسليش كوبايه. لا انا اللي كنت بغسل. يا راجل، يعني عمال بتكسر وبترفع وتغسل. الله عليك الله عليك يا استاذ نشرتي، كده وانت متعاون وكنت بتغسل كل كوبايات البيت. اصلها كانت ايام، يعني في كان في بقى غسيل ومكوى وطبيخ وتسييق وتصوير. تصوير؟ يعني حضرتك كنت بتصورها وهي بتحضر الماجستير، ولا هي اللي بتصورك وانت بتسيق البيت؟ لا انا كنت بصور ورق الرساله. طب ليه حضرتك ما عملتش معاها رساله دكتوراه انت كمان؟ على الاقل كنت اخدتوا الاثنين بتمن رساله واحده. خفيفه. بصي دمه خفيف. دم خفيف الحمد لله، بس ما وصلتش لحد بقى التسييق والتنظيف والتصوير زي الاستاذ نشختي. لا انت كده بقى بتهين اسمي. يا عم بهين اسمك ايه يا عم، ده انت هنت كل حاجه ما شاء الله، وانت مستني نهين يعني. لو سمحت يا استاذ انا ما احبش ابدا جوزي يتهزق برا البيت. ايه ده، هو جوزك بيتهزق جوه البيت بس؟ رانيا انت كده بتغلطي. يا سلام. لا 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 لا، بصي حضرتك يا ريت يعني تعزمينا بقى مره عندكم في البيت عشان نهزقه براحتنا. امين يلا بينا يا امين، احنا ما ينفعش ابدا نقعد مع ناس ما بتحترمناش. يلا يلا يا بيبي. بيبي ايه ده، هو ابوها ولا ايه؟ ايه ده رانيا، انت خارجه ولا ايه؟ انا لسه راجعه من بره، كنت بقابل الدكتور المشرف على الماجستير بتاعي. وتقابلي ليه؟ عشان رساله الماجستير بتاعتي. وماجستير ليه؟ عشان الدكتوراه. ودكتوراه ليه؟ ناقصك ايه يا هانم؟ سريرك ناقص مله، تلاجتك ناقصه جبنه، حمامك ناقص صابونه، دكتوراه ليه؟ عادل انا كنت بقابل الدكتور عشان اعتذر له عن رساله الماجستير بتاعتي. تعتذري له؟ ازاي؟ يعني ايه؟ مش هتاخدي الماجستير والدكتوراه؟ ازاي؟ لا معقوله، ده انت كان حلمك وطموحك انك انت تاخدي الماجستير والدكتوراه، ازاي تتنازلي عن حلمك بالسهوله دي يعني؟ البت مروه بنت اللذينه طلعت بتنخى عليا، تخيل بنت اللذينه لا معاها لا ماجستير ولا دكتوراه ولا بتعرف تفك الخط اصلا. كل ده كانت بتضحك على جوزها لهبل عشان هو اللي يتولى بقى شغل البيت. الكوميديا بقى ان هي اصلا ما عاش سنه رابعه، دي طالعه بثلاث مواد يا عادل، دي مش عارفه لحد دلوقتي تخلص، بقى لها 8 سنين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. إيه؟ الحمد لله انك انت خلصتي سنه رابعه من اول سنه، وعرفت كمان انك جبتي تقدير مقبول جدا، ودي حاجه طبعا تدعو للفخر. برافو عليك يا رانيا. الحمد لله الحمد لله.
عادل، هو انا كنت عايزه اسالك سؤال يعني كده شويه كده محرج يعني. لا 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 حبيبتي، انت برات اسالي زي ما انت عايزه طبعا. هو انت كنت هتزعل يعني لو انا خدت الدكتوراه؟ لا 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 خالص، بالعكس تماما، ده انا كنت ابقى فرحان جدا ان مراتي دكتوره، وقدام كل اصحابي بقى اللي بالكتير مراتاتهم مثلا معاهم دبلوم او اعدادي مثلا، كنت اقول لهم بقى مراتي دكتوره، وبعدين لعلمك تكشفها عليا ببلاش، ممكن اجيب لك الواد رمزي تقعدي تتدربي في تعملي عمليات وتفشل براحتك، كنت ابقى فرحان طبعا. لا على اساس يعني ان انا كان هيبقى معايا ماجستير ودكتوراه وانت معاك دبلوم. ها لا ازعل ليه؟ ما هي بصراحه يعني عادل، انا عارفه ان الراجل مش بشهادته ومركزه، الراجل بحميته وامانه، وانت مدينا كل ده يا عادل. وبصراحه يعني انا كده فكرت وقلت يعني احسن لنا يعني نذاكر لياسمين على اساس يعني ان هي بقى اللي تبقى تاخد الدكتوراه. ربنا يخليكي ليا يا رانيا ويخليكي لبيتك يا رب. ميرسي يا عادل. وبجد يا رانيا مش عارف من غيرك كنت اعمل ايه، يعني انت طول عمرك واقفه معايا واقفه جنبي في كل الظروف، بتبقي واقفه جنبي يعني. ميرسي عادل. يعني افتكر طبعا لما كنت شغال موظف قبل ما افتح البازار، واول ما اترفدت من الوظيفه لقيتك جنبي. فاكره يا واول ما خدت البازار ويا دوبك استلمت البازار مفيش يومين ثلاثه والبازار ولع ولقيتك واقفه جنبي. دي كانت ايام جميله. ولما عملت الزايده مرتين واقفه جنبي. ولما الضرايب حجزت على البازار كنت واقفه جنبي. فعلا. مش عارف حاسس ليه انك نحس. دي اسمها نفرتيتي اللي حكمت مصر بعد العثمانيين. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا يا فندم. واضح ان البضاعه اللي عندكم حلوه قوي. حضرتك احنا البضاعه اللي عندنا في البازار بتجيلنا مخصوص من الصين، والصين طبعا عارفه حضرتك الدوله مصدره جامد دلوقتي. غريبه، مع ان الناس اللي قالوا لي عليكم قالوا لي ان انتوا بضاعتكم سكه جدا. سكه جدا؟ لا حضرتك اتاكدي بالبضاعه بنفسك يعني. بس الكلام اللي سمعته بصراحة يخليني أخاف أشتري من عندكم بقى أي حاجة. يا هانم إحنا لينا أعداء كتير. أنت تعمل لي فيها مثقف، أنت مالك؟ أنت فاهم؟ أنا مش فاهمة. يا هانم إحنا لينا أعداء كتير. ملهمش حق فعلاً اللي قالوا عليكم كده. عموماً أنا كان لازم أجي بنفسي وأتأكد قبل ما أخد رأيي وأحكم على حاجة ما أعرفهاش. طبعاً يا هانم برافو عليك، عارفة أنا لازم بتأكد بنفسي من أي حاجة قبل ما أحكم عليها، ده وضعي طبيعي يعني. أمال يعني يا أستاذ عادل عايزين ليه تمشوني من العمارة بتاعتكم من غير حتى ما تسمعوني؟ وحضرتك جارتنا في العمارة؟ أحب أعرفك بنفسي، مدام شاهي مدربة الإيروبكس، والساكنة الجديدة اللي شقتها فوق شقتكم. لا طبعاً لا يمكن. انت اتجننت يا عادل؟ اوفر ماي داد بودي. مش ممكن عادل ابني هو اللي بيتكلم ده ابدا. ايه يا اخوانا في ايه؟ ما هو مش معقوله برضو واحده ست تمشوها من البيت من غير ما تقعدوا معاها وتسمعوها. يا حنين وحضرتك بقى قعدت معاها؟ الجرس بيضرب، ما حدش يفتح ولا ايه؟ ما تفتحي يا ياسمين. دول يا حبيبي. ازيك يا ام رمزي؟ ازيك يا ياسمين؟ خد القصه بتاعتك اللي بتحبيها. مش هي. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ صندوق الحاجه الساقعه اللي انتوا قلتولي عليه علشان الاجتماع جه اهو. Put it in the kitchen. حاضر. ما انت وحشه يا استاذ عادل، شفتها فين؟ شفتها ايه؟ ما شفتهاش طبعا خالص. دولا جارتك الجديده اللي جات لك البازار شفتها وانا طالع لك على السلم يعني، وبعت لك الف سلام يا دولا. وبعدين يا عم ابسط يا دولا، يعني محدش قدك يا دولا. دولا ابسط يا دولا، يا اللي ما شفتش جارتك قبل كده. ما شفتهاش. انت بتصدقي واحد غبي زي ده يعني هشوفها فين؟ ولا 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 جبت العيش الفينو؟ يلا العيش الفينو اللي قلت لك هنعمله سندوتشات عشان الاجتماعات. لا يا دولا ما جبتش. انت بتغمز لي ليه يا دولا؟ انا غمزت لك؟ اجري يلا، روح اتكل على الله، روح هات العيش الفينو يلا، وتعال سوق او ما تجيش. ما تجيش يلا. حاضر يا دولا. استنى يا رمزي، استنى يا زف. الست دي جات لكم في البازار كانت عايزه ايه؟ اقول يا دولا ولا ايه يا عم؟ تقولي ايه؟ تقولي ايه؟ انت شفت حاجه؟ هو بصراحه يا جماعه انا ما شفتش. اهو اهو الحمد لله، شفتوا مش قلت لكم؟ لان دولا بعتنا اجيب لها حاجه ساقعه من اخر الشارع، مش من القهوه اللي جنب البازار يعني زي كل مره.
وهتصفروا وهتعملوا يا جماعه؟ المساله بسيطه خالص. القهوه اللي جنب البازار صراحه يعني الولد اللي هناك ايده مش نظيفه، وازايز الحاجه الساعه زي ما انتم عارفين يعني غطيان الكزوزه لو واحد ايده مش نظيفه بتبقى مش نظيفه يعني. وكمان وزعته طبعا علشان يحللوا الجو. وانا اقول بتدافع عنها ليه؟ بتدافع عنها ليه؟ ايه ايه في ايه في ايه في ايه يا جماعه؟ يا جماعه صراحه انا بدافع عنها لانها مسكينه قوي. يا جماعة أنا جمعكم النهاردة طبعا عشان نتناقش في مشكلة تكيفنا مع الناس التانيين. طب الناس التانيين هم المشكلة؟ إيه ناس التانيين عمرهم ما يبقوا المشكلة. المشكلة في إن إحنا نتأقلم مع الضغوط اللي حوالينا. يا عادل يا ابني، ونستنى ليه لغاية ما ضغطنا يعلى؟ لا يا ماما، مش الضغوط يعني الضغط ويعلى ويوطى، لا الضغوط للمؤثرات الخارجية الجميلة الحلوة يعني. يا أستاذ عادل، يا استاذ عادل كلمنا امال عربي عشان خاطر نفهم يا اخويا. وانا بتكلم انجليزي يا ام ميرفت. انا بقول بمنتهى البساطه يعني يا اخوانا ان الساكنه الجديده دي جارتنا الجديده الجميله العزيزه يعني لازم نرحب بيها بدل ما نتضايق منها يعني. ازاي بقى ما نتضايقش منها وهي ضيفه تقيله ومش طايقينها خالص خالص تقيله خالص؟ ماشي ماشي، يعني انت عارفه ان الضيفه ممكن تبقى تقيله على الناس اللي قاعده عندهم يا حماتي. انت كمان. والله يا اخوانا انا شايف ان احنا مش عايزين نخرج من الموضوع الاساسي وخلونا في موضوعنا. بص بقى يا استاذ عادل، هتقولي صح هتقولي ما يصحش، احنا ما نقبلش على كرامتنا ان واحده زي دي تقعد وسط حرمنا. والله بقى اذا كان وجودي هو اللي هيجرح كرامتك فمعلش بقى سوري، يبقى العيب في كرامتك. وانت ايه راي عيلتك في الموضوع ده يا استاذ عادل؟ والله يا استاذ حلاوه انا عيلتي ملهاش راي، ما دام بتكلم في السياسه محدش بيتدخل. ايه اللي عيلتي ملهاش راي ده؟ طبعا احنا مش موافقين، احنا مش موافقين. اهل بيتك مش موافقين، عايزنا احنا يا اغراب نوافق. ايه يا عم ضحكه الكفار اللي انت بتضحكها دي؟ وبعدين يعني انا جايب لكم اكل وعمال اجيب لكم في حاجات ساقعه وفي النهايه تقولوا مش موافقين؟ طب خلاص الاجتماع خلص وانا هفض الاجتماع. يلا اتكلوا على الله اتكلوا على الله. بترككم. يلا اتكلوا على الله اتكلوا على الله. يلا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. استاذه شاهي، يعني ان شاء الله كل حاجه ليها حل. اوكي ميرسي خالص يا استاذ عادل. لا لا باي. بس عيب عيب عيب، احرجتوني جدا مع الست واحرجتوني مع النقل. علمكم بقى انا اخر مره اعمل اجتماع للعماره دي هنا اهو، يعني فعلا مينوب المخلص اللي تقطيع هدومه. انت عزفت يا رمز؟ قوم سيب لي ايدك دي يا راني. تعال. ايه عارف دي ايه؟ دي ربع جنيه؟ دي 5 جنيه يا زفت. 5 جنيه؟ ايوه الخمسه دي هتبقى بتاعتك لو عملت اللي قلت لك عليه. بتاعتي انا؟ انا تحت امرك يا ست الكل. الست اللي كانت قاعده هنا لو راحت لعادل البازار تكلمني وتقولي. اوكي؟ حاضر، بس انهي ست فيهم؟ الست الجاره الجديده يا زفت. ماشي ماشي، لا انا هفتن على ابن عمي دول. لا طبعا. هتفتن يا رمزي. حاضر يا ست الكل. هو انا يعني هفتن على حد غريب؟ انا مش عارفه يا استاذ عادل، انت متضايق مني قوي للدرجه دي؟ لا انا متضايق منك ايه يعني، انا متضايق من نفسي صراحه لاني مش قادر اعمل لك اي حاجه. دول حبيبي لو سمحت كنت عايز الموبايل بتاعك اعمل بيه مكالمه مهمه جدا. الموبايل بتاعي عايزه ليه يعني؟ انت بتكلم. خد غور غور غور. شكرا. اهلا اهلا. انا مش عارفه بس هم ليه واخدين مني الموقف ده؟ هو انا وحشه قوي كده؟ يا نهار ابيض انت وحشه، امال الجزمه اللي خد الموبايل بتاعي ده من شويه يبقى ايه يعني؟ يبقى اكيد خايفين مني. هما صراحه يعني انا اسف يعني مش خايفين، هما يعني مش طايقينك اصلا. طب بص انا ممكن اتكلم معاهم واخليهم يغيروا رايهم زي ما خليتك تغير رايك بالظبط. يغيروا رايهم ايه؟ انت مش عارفاهم، انا عايش معاهم وعارفهم. انت ما تعرفش انا ممكن اعمل معاهم ايه. عشان تعرف. ايوه ثانيه واحده ثانيه واحده. هلو. اهلا اهلا.
صباح الخير. صباح الفل. صباح الفل، اهلا وسهلا. انا كنت جاي النهارده يا جماعه عشان اتكلم معاكم شويه، ممكن تسمعوني؟ طبعا ممكن نسمعك، ده انت جارتنا يعني، والمثل بيقول يعني الواحد ياخد باله من جاره. وكمان ليك يا عين تيجي لحد هنا في بيتي؟ عيب يا رانيا عيب، دي برضو ضيفتنا وفي بيتنا. لا يا انتي، انا بس اللي اقول هنا مين ضيفتنا ومين في بيتنا حضرتك، لان ده بيتي حضرتك. بيتي حضرتك؟ تقصدي ايه يا رانيا؟ يا بنتي انتي بالك، انا ما قصدكيش انتي يا سناء. اه بحسب شقيل شقيل اخغاس وخالص. معلش يا رانيا، عشان خطرناني انا نديها فرصتوس علشان تتحدث. فرصة ايه يا مامي؟ ما كفايه الاستاذ عادل مديها طول النهار فرصه انها تتكلم. انا لا ابدا، انا عمري ما سمعتها وهي بتتكلم خالص. يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني رمزي بيكذب مثلا 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 رمزي بيكذب؟ تجسسي عليا تتجسسي عليا. ماشي يا رانيا ماشي. لا يا عادل، لا لا لا، اوعى اوعى، مش بتجسس عليك يا عادل، بس كل حكايه انا خايفه حد يخطفك مني. يا مدام رانيا، يا مدام رانيا، انا ما جيتش العماره هنا عشان اخطف حد من مراته. ها اطمنت الحمد لله، عشان تعرفي بس ان انت ظلماني. تعالى لي بقى جاسوس تعالى. ايه ده يا ابي، انت هتسيبنا وتمشي كده من غير ما تحل المشكله دي؟ المشكله دي ما فيش اي مشكله ولا حاجه، وانا برضو رايح البازار دلوقتي عشان عندي ميعاد مع الرجاله بتوع العماره كلها عشان نفس المشكله. خلاص حلها انت رجالي واحنا هنحلها حريم. يا سلام يا سلام يا سلام، حضرتك متفق معاها ولا ايه؟ امال ما قلتليش على الاتفاق ده ليه يا زفت؟ ما يمكن اتفقوا بقى وانا بجيب الحاجه الساقعه. اي اذيه، يلا يا جاسوس عامل لي فيها شارل سامحون، اتكل على الله. يلا يا اسرائيلي. انا مش فاهمه يا مدام رانيا، انت ليه ما عندكيش ثقه في نفسك؟ لا 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 لا، الا الثقه في النفس. انا اتميز بثقتي في نفسي والتضخم. بصراحه بقى احنا اللي مش واثقين فيكي اساسا، ومش واثقين اساسا في شغلك ده اللي انت فاتحاه. بصي يا حبيبتي، لو واحده عندكم في العماره فتحت صاله راس، مامتك مش هتقلق عليكي؟ اولا يا طنط دي مش صاله راس، دي صاله ايرابيكس وتجميل وللستات بس كمان. وثانيا بقى انا مامتي متوفيه من فتره. يا حلال يا حلال يا حرام يا حلال. اتفضلي اتفضلي ارتاحي، تشربي تاكلي. يا ابني كل رجال الاعمال والشخصيات المهمه ما بيروحوش الشغل الصبح كده ومع الصبيان يعني. ايه ده؟ اهو زي ما انت شايف يا دوله، مفيش بضاعه من الصبح، احنا قاعدين بنش يا عم. ايه ده؟ مفيش بضاعه؟ ياه الحمد لله اخيرا المشروع بتاعي نجح كده، الواحد بقى يقدر يمشي بقى في الشارع رافع راسه قدام اصحاب البازارات التانيه. ياه كان نفسي من زمان يلا ان انا ابقى ماشي رافع راسي، وان يبقى عندي كمان بقى ايه شاليه في الساحل اللي هو بتاع شبرا ده. الله يبارك فيك يا دوله، والله انت والله ابن حلال. ابقى عزمني بقى في الشاليه بتاعك ده اهو. دولا قال لي يعني ايه شاليه؟ مش عارف يعني ايه، يعني مثلا لو في شويه بضاعه هنا وحد جه شالها، فانا باجي اقول لك ايه هو شاليه، فانت تقول لي مثلا شال تماثيل شال ورق برد كده يعني. ايوه دولا صح صح. اكلم بقى المعلم مسطوره دلوقتي اقول له بقى يبعت لي ستاير جديده غير اللي اتباعت دي. بس برافو عليك. ايه رايك؟ والغريب بقى ان البضاعه كلها اتباعت مع الستاير في وقت واحد، يعني بجد. ايه ده؟ وفي التليفون. ايه ده؟ في ايه؟ ولا رمزي؟ ايه دول؟ انت كنت بتعمل ايه من الصبح يالا؟ كنت قاعد بحاول اكلمك يا عم ومانيش عارف. وما كلمتنيش ليه؟ عشان مفيش تليفون. مفيش تليفون؟ رمزي؟ ايه؟ البازار اتسرق يالا رمزي. اتسرق؟ ايوه اتسرق. يا ترى مين اللي سرق؟ ايه ده؟ ده اللي سرق البازار سايب الكارت بتاعه. بضاعتك عندي، شوف البجاحة بتاعته. عارف يالا رمزي؟ اللي سرق البازار ده أكيد مراقبنا وعارفنا كويس جدا، وعارف أنا إمتى بمشي والغبي بيبقى إمتى موجود، ويقدر يخش ساعتها على البازار يسرق الحاجة. صح؟ صح يا دولة. مش بعيد أبدا إن يكون بيعد علينا دلوقتي أنفاسنا.
بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ تلاتة اربعة بعد انفاسي يا دولة. بص مش وقت غباوتك خالص، انا مش ناقص. ايوه دولة، طب ما هم ما هو انا دولة نضفوا البازار من البضاعة دولة، ده مش بعيد يا عم ياخدوا البضاعة دي ويفتحوا بازار جديد ويسموه بازار رمزي. انت قلت ايه؟ عيد الكلام اللي انت قلته ده، عيد الكلام اللي انت قلته ده يالا، عيده تاني. ممكن يفتحوا بازار جديد بالبضاعة دي. ايوه ويسموه بازار رمزي. انت كنت بتعمل ايه من الصبح يالا؟ والله يا دولة دي زلت لساني يا عم وربنا يا دولة. انا ما اقصدش يا دولة، طب ما انا قبل كده هون قلت لك يعني ما نضف البازار من البضاعة. انا عمري نظفت البازار؟ اهو يا دولة شفت بقى ان انا مش انا دولة. والله عيب عليك يا دولة، ده انا ابن عمك يا دولة وافديك برقبتي. تشك فيا تشك فيا يا دولة. لا زعلان خلاص يا رمز، خلاص خلاص خلاص، معلش انا اسف ان انا يعني اتكلمت معاك يعني كده وشكيت فيك، معلش يا رمز. بس شكيت بسرعه قوي يا دولة. يا رمز خلاص بقى، خلاص بقى، مش زعلش بقى، مش زعلان. بس بقى قلت لك ما تزعلش، انا مش ناقصك. امال ايه بس، ايه بس؟ وكمان بقى دولة يعني انا بكلفتك للنهار يعني، والبضاعة ام خمسة بقولك عليها بعشرة وبقوم ضرب 2 جنيه في جيبي، وعمرك ما حسبتني ولا شكيت فيا. والدرار يا دولة بيبقى باربعة جنيه وبقولك ان هو ارخص، يعني تيجي ده دلوقتي تجرحني كده وتشك فيا. ما انا قلتلك خلاص بقى، انت تعمل لي فيها مصطفى قمر. ما خلاص يا عم. زعلت زعلت. ولا مش ناقص غباوتك خالص. اسكت بقى اسكت. حاضر يا دولة. مال مين بس؟ مين مين دي بقى يا دولة اللي يقولها البوليس؟ بوليس ايه؟ ولد بوليس، انت استهبل؟ انت استهبل؟ انت عايز تفضحني في وسط اصحاب البازارات؟ لو عرفوا ان انا على الحديدة هيبقى سمعتي ايه قدامهم؟ بلاش البوليس خالص، انا اللي هدور بنفسي، انا اللي هدور بنفسي. وبعدين لعلمك انا عندي معلومات جامدة جدا تساعدني ان انا اقدر ادور على الحرامي بنفسي. لا يا راجل، طب ايه المعلومات دي يا دولة؟ معلومات دي بسيطة جدا، المهم دلوقتي ان احنا لازم نبقى مركزين كويس قوي، لان اكيد الحرامي مفيش جريمة بيعملها كاملة. يا نهار اسود، يعني لسه الحرامي هنا؟ لسه الحرامي هنا؟ خد تعالى، مش ناقص غباوتك. لا يا لا، بص اللي انا قصده ان اكيد في دليل هيكون الحرامي سابه في مسرح الجريمة. بقى يا دولة ده معقول يعني؟ بيتك اتخرب والبازار اتسرق وليك نفس تروح مسرح؟ ولا مش ناقص غباوة، مش ناقص غباوة خالص. ايوه ما مسرح بس. ها المثل بيقول ايه؟ اربط الحمار مطرح ما يقول صاحبه. خلاص انا بقول هتطربت هنا على ماك. افهم بقى يا اخي، يا اخي افهم بقى، حرام عليك. ده انا متكلف ورق لغايه دلوقتي اكتر من اللي سرق مني في البازار، حرام عليك. معلش بقى، معلش بقى. معلش ايه بس وهباب ايه يعني؟ انا لو بفهم في حمار كان فهم من بدري. ماشي نعمل خطه جديده. ماشي الخطه 153. افهم ركز معايا بقى. حاضر بقى دولة، انا اسف بقى. ولا ما تقولش يا دولة، ما تقولش يا دولة يا غبي، احنا متنكرين، مفروض ما حدش يعرفنا. ارجع للاسم الحركي اللي انا قلته لك. نسيته يا دولة بقى. يلا الاسم الحركي اللي انا قلته لك في الخطة 112، يلا اللي هو انا راضي وانت مرضيش. ماشي؟ ماشي يعني يا راضي يا مرضيش يا را... لا مرضي. انا راضي انت ما قطع الخطة دي. بلاش دي، ركز معايا بقى. رمزي بجد انت بتعصبني يعني، انا لو كنت لوحدي من غير ما حد يساعدني كان زماني دلوقتي ايه قافش الحراميه هو وامه واهاليهم. ماشي ماشي. الخطه 154 يعني احنا كده هو محدش يعني هيكتشفنا خالص ولا ايه؟ يلا استحاله، يلا استحاله، باللبس وبالتنكر ده مع الاسماء اللي احنا بنقول عليها استحاله حد يعرفنا. يلا يا راضي. ولا يا رمزي، ازيك عامل ايه؟ ايه يا عم كده، لا سلام ولا كلام. شفت يا غبي، اديك اتفقست، التنكر بتاعك اهبل اصلا. ازيك يا استاذ عادل عامل ايه؟ عرفك عرفك. ايوه ما عرفنا عشان انت قاعد جنبي يا غبي. اهلا يا سيدي. معلش يا فتلة، اصل احنا كنا مشغولين اليومين دولت يعني انا وراضي. انت هتقول لي ما انا قاعد ومراقب وشايف، بس والله يا استاذ عادل ليك وحشه. على فكره مشاربكم النهارده عندي. حلو، افتح يلا افتح المحضر يلا. لك ايه مشاربكوا عندي؟ انا عايز يصرف من الفلوس بتاعتي اللي سرقها من البازار. ركز يلا ركز. قفش خلاص. مش لازم الجدول، مش لازم الجدول. يعني يا فتلة انت طول الوقت الفترة اللي فاتت قاعد عندنا في البازار مش كده؟ ده ايام ما كنت فاضي قبل ما البجلية تفرك في ايديا واسبني من قعدة العواطلية دي. قعدة العواطلية ايه دي؟ وقبل كده كنت بتعمل ايه امال؟ كنت لا مؤاخذه في اللفظ مقطوع، قاعد مع الواد الفقري ده ليل نهار، لا شغله ولا مشغله.
كنت افتح البازار الصبح معاه واقفله معاه. يفتحه معاه ويقفله معاه، يعني افهم من كلامك ده يا فتلة ان انت كنت بترقب زي ظله. زي ظله، زي ظله، زي ظله، لغاية ما في يوم قررت تضرب ضربتك يا معلم. بالظبط كده، وقلت لنفسي يا ولا يا فتلة سيبك من الواد رمز الخيخة ده وقلد الأستاذ عادل. اكتب قلد الأستاذ. ايه اللي انت شربته؟ الواد رمز الخيخة ده. بص بص رجعها تاني، رجعها تاني ماشي. وبعدين قلت تراقبنا انا بقى يا فتلة ودرستك انت كمان. ظني طلع في محنه يا معلم. في محنه. ودرستني وقلت ابدا من مكان ما انت وقفت بس، وضربت ضربتك ودخلت على البازار وخلصت العمليه. بازار ايه وعمليتي ايه؟ الافكار الخايبه دي، دي كانت فكره الواد رمزي، هو اللي كان عايز يفتح بازار باسمه. والله دولا مش قصدي يا دولا، دي كانت فكره تايشه دولا وربنا انا اسف. ماشي بعدين، بعدين ماشي اصبر. يعني ده كل الاقوال اللي عندك؟ قلت بقى لنفسي يا ولا فتلة اشتغل في السياحة واكسب بالدولار، ما هو بقى باربعة جنيه دلوقتي. الدولار باربعة جنيه؟ شفت بقى، شفت، علشان انت كنت بتكدبني يا عم وبتخليني في نظرك كداب وبخنصر. بتخنصر؟ اصبر ده انا هفرجك. اشرب الاربعة جنيه دي. حطيت كل رأس مالي في مشروع استثماري سياحي تكنولوجي، بيع موبايلات واكسسوارات، فتلفون. فتلفون؟ يعني ايه موبايلات؟ ما بتشتغلش في بازارات ولا تماثيل ولا حاجة؟ ولا ليا أي علاقة بيهم. كده يبقى أنت بره الليستة يا سيدي. ليستة؟ ليستة إيه؟ ليستة كده أهو مش هتفهمها، وريني صوابعك. اتفضل. والتاني؟ اتفضل. والتالت؟ ماشي. كله 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 بقى، ماشي. هات هات هات. يلا اتكل على الله، اتكل على الله. ايه الورقه دي؟ ايه الوساخه كده؟ المحضر يا دولا. لا ارميه 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 كده، الخطه دي باظت والواد ده طلع بره الشك خالص وما لهاش لازمه بقى الخطه دي. شكرا. ملهاش لازمه. نخش على الخطه الجديده. الخطه 155. ايش يا دولا يا كبير؟ ايش يا دولا؟ مش وقتك خالص يا معلم، مسطوره لسه ما بعتش حاجه. وعندك اتنين قهوة زيادة، فنجان واحد عناب. ولا رمزي؟ يا دولا الواد حتة صابي القهوة. يا لا انا شاكك فيه، شكله سهني كده وهادي، ويعني ما يصيرش اي شكوك حواليه، وده اصعب انواع من المجرمين. افتح لي صفحة جديدة. حتة تعالى، حتة عايزك لو سمحت. صباح الفل يا استاذ عادل، امورنا غالي. اقعد يا حته اقعد. اول نبي باشا الله يكرمك، ده انا جسمي تعبان وهمدان من صباحيه ربنا والله. جسمه تعبان وهمدان من صباحيه ربنا اكيد يا معلم. تعذيب الضمير بيأنبك وعذاب النفس بيموتك. ايوه هي النفس يا باشا، نفس النهارده مقطوع طول النهار. قول لي يا حته، لو ده هو اسمك الحقيقي. الله عليك يا دولا. ولا راضي. يلا راضي. الله عليك يا راضي. قول لي ضميرك بيأنبك من ايه؟ عملت ايه؟ غلطت في ايه؟ قول. ما اقدرش اقول يا باشا، لو قلت محدش هيسيبني في حالي وهيموتوني. انت يا حته انت قول. جبت رغيف حواوشي. انت ما تستهبلش. دبلة يا باشا. سيبني عليه بقى يا دولا، سيبني عليه. اهدى 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 يا رمزي. حتة من أين لك ذلك؟ ذلك يعني يا باشا؟ مش فاهم يعني. يعني جبت الفلوس منين يا ما تستعبطش؟ أيوه شكرا على الترجمة، شكرا. ها رد. الفلوس يعني؟ لا مؤاخذة يا باشا، بقى النهاردة أنا إيه، مسحت كل محلات الشارع. حلو، مسحت كل محلات الشارع من البضاعة اللي فيها وبعتها وحطيت الفلوس بتاعتها في كرشك. بضاعتي يا عمونا، المسورة العمومي ضربت اللي في الشارع، فكل المحلات بقى صدوني النهارده ان انا امسح لهم المحلات. سبوبه وجات لي يا استاذ عادل، حاول. لا يعني سبوبه وجات لك تمسح محلات الشارع كله. على مين؟ على مين؟ خط ده خطك يا ده حته. انا ما بعرفش اكتب يا باشا. تعرفش تكتب؟ تعرف تقرا؟ طبعا. يبقى بتعرف تكتب. اتقفش اتقفش. ولا نعم. اطلع يا ده رمزي، لم لي كل البطايق الناس اللي في القهوه هنا، واقفل الباب بتاع القهوه. ماشي يا دولا. لم البطايق كلها. بص خد بطاقه انا اول واحد اهو. ماشي يا كبير ماشي. هتتقفش يعني؟ هتتقفش. بس محدش يخرج من هنا. البطايق كانت انت وهو يعني البطايق. منور يا عم كمال. هددتك؟
ونفذت تهديدي. ايه التحف اللي انت موقفني في وسطيهم دول؟ تحف؟ سيبهولي انا بقى كمان واتكل انت على الله على شغلك. اهو عندك اهو، عايزك تبهدله، عايز يرجع من هنا راجل. ده لو رجع لك اصلا اتكل على الله. هتتمرمط. بس يا دولا سيب لي انا بقى الواد ده اوديكه على واحده ونص رمزي. ده اساسا بيحب يضحك ويضحك اللي حواليه، وانت هتتشقط هتتشقط. تسكت انت. انت ايوه انت يا بسلوبيت، تعال تعال بسرعه. هات لي نسكافيه وتشيز كيك عشان انا عايز افطر، وهات لي نفسك حاجه افطر بيها. حكم انا احب اكل واكل اللي حواليا. خدامك. خد يا خدام. تعال 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 تعال. ما صدقت شفت الفلوس، خدتها وجريت. اكل ايه اللي انت هتروح تجيبه يالا؟ خد تعالى تعالى تعالى. بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش. بتبرطم بتقول ايه؟ شوف شوف اه بحسب. وانت يالا قوم يالا قوم يالا، انت مش شايفني واقف؟ تقعد وانا واقف؟ طب ما تقعد انت كمان، ما في كرسي عندك اهو. وبعدين انا بحب اقعد واقعد اللي حواليا. يا سلام، وانت فكرك يعني مش شايف الكرسي؟ قوم واقف يالا قوم واقف يالا. والاكل اللي احنا بناكله هتطفع معانا منه. ليه بس يا دولا كده يا عم؟ انا كنت عايز اكل شوز بالكيك. شوز بالكيك؟ انا مش موكلك قبل كده يالا شوز بالطعميه؟ امتى ده دولا؟ مش لما جبت لي الطعميه مره ناقصه اديتك بالشوز على دماغك فاكر؟ ايوه فاكر يا دولا. طب احنا بقى دلوقتي يا عم هنفطر ايه بقى؟ هنفطر، مالكش دعوه مالكش دعوه. وانت يالا لازم تبقى فاهم النظام هنا في البازار. البازار ده فيه تسلسل وظيفي، يعني اول حاجه الراس الكبيره بتاعت البازار اللي هو انا، مساعد الراس الكبيرة اللي هو الحيوان ده. ايه ده يقول انا مساعد الراس الكبيرة؟ ايه عن الودن مثلا؟ ايوه يالا انت الودن، يالا انت ودني، يعني اول ما تسمع من الواد ده اي حاجة تيجي تقول له على طول. ماشي يا دولا، انا من هنا ورايح ودنك اليمين. يا رب تتقطع واخلص منها. فهمت ياد؟ هنا هو مفيش اي دلع. طلع ايدك من جيبك ياد، طلع ايدك من جيبك. انت بقى هنا هو وظيفتك المرمطون الصبي الصغير بيليا، يعني نبعتك مشاوير زباله تروح تجيب لنا حاجات وما تعجبناش ونرجعك بيها تاني ونجيب غيرها. هنمرمطك هنمرمطك. ايوه دولا، وناولني تمثال 13 وناولني تمثال 10 هنمرمطك. طيب طيب، انا بحب اشتغل واشغل اللي حواليا. ولا انت بتتقلق كده ليه يالا؟ لا ده انا هبطلك. طلع ايدك من جيبك كده بدل ما اهبدلك. على فكره انا جلعت حضرتك طيب جدا ومش لاقي عليك صياغه خالص. صح 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 خالص خالص. الواد اراك دول. بس يا حيوان انا بقى هفرجك الطيب ده هيعمل ايه. ولا رمزي؟ نعم دولا. اتكل على الله يلا، روح هات العفريته اللي انت بتقرف تلبسها يا معفن ولبسها له. حاضر يا دولا حاضر. دولا على فكره الطاقيه اللي في ايده دي انا حاسس ان هي هتبقى على قد مقاس راسي بالظبط. خدها. دولا على فكره القميص اللي هو لابسه ده انا حاسس ان هو هيبقى على قد مقاس راسي بالظبط برضه. اديله القميص يا لا لا دولا. على فكره بقى بعد ما خاف بقى منك وكش كده البنطلون وسع وهيبقى على قد مقاسي بالظبط. اما تديله العفريته ابقى اديله البنطلون يا ماشي يا دولا. يلا يلا نجري قدامي على المخزن عشان تغسله 5 مرات بسرعه. يلا 5 مرات ليه؟ انا لو نضفته مره واحده هينضف. ايه ده انت بتبرطم بتقول ايه؟ بقول لو نضفته مره واحده هينضف. بحسب. يلا يا ابني لازم تغسله 5 مرات عشان ما يتقل. اقعد افهم في مين؟ يلا 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 قدامي بقى. غبي 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 يعني. ولا رمزي؟ ايه دول؟ بقول لك ايه، خد تعال. بقول لك تعال، عايزك تجيب لي من المخزن التمثال بتاع مخ مخرع اله الذكاء. لا يا دولا انا بص، اله الذكاء ده انا ما بحبوش يا دولا، بيقعد يبص لي بصات غريبه كده. اله الذكاء بيقعد يبص لك؟ يا غبي يا غبي، طبعا انت بتعشق اله الغباء مخ مخراح. ده حبيبي ده يا دولا. مخ مخراع بقى اله الذكاء ده مطلوب مني، روح هاتهولي من المخزن على طول. ولعلمك اله الذكاء ده جدك يالا، المفروض كنت استفدت منه اتعلمت منه اي حاجه يا غبي. يا عم لا انا بص ما بحبوش بقى. بقول لك ايه يا دولا، هو اله الذكاء ده هون يعني هو اللي اخترع الشطرنج؟ يخرب بيتك، شطرنج يالا كان ايام الفراعنه يا عبيط يا هبل. لا طبعا ما كانوش لسه اخترعوه. مخ مخرع ده بقى اللي هو اله الذكاء هو اللي اخترع الكوتشينه. طب بقول لك يا دولا، هو مين بقى اللي اخترع الدومنه؟ الدومنه دي اللي اخترعها يا سيدي ده بشرع. مين ده؟ ده بشرع اخو جوهريك واختهم بقى الصغيره اللي هي دوسه، بس دوسه دي كانت اختهم بس مش شقيقه، يعني اختهم من طاوله تانيه.
يا دولة، ده الواحد بقى كده هون يعني المفروض يحترم الفراعنة دولت قوي يعني، علشان ده تلاقيهم بقى هما اللي أسسوا فكرة القهوة. رجعتني للتاريخ يا رمز. الأصلي قاري كتير جدا، هما اللي فعلا أسسوا موضوع القهوة ده بأمارة مثلا الإله شيشرع، وده برضه فكرنا بحجر يعني. أمال إيه؟ روح يلا، روح اجري، اتكل على الله، روح هات لي بسرعة التمثال اجري. ماشي يا دولة، الواحد بيستفيد كل يوم والتاني يا دولة. ما تستفدش، يلا اتكل على الله بسرعة يا ده رمزي. وقعتي إيه يلا يخرب بيتك؟ عادي مش مشكلة. خد يا دول اهو. وخد، لقيت الكتايب دون جوه. ده ايه الكتاب ده؟ لقيته جوه في المخزن. الله، ده كتاب قديم كان عندي في المخزن؟ الكنوز الفرعونية، ده اسم برنامج ده ولا ايه؟ كنوز الفرعونية لمؤلفه ياقوت مرجان. الله، ده دي ايه ده؟ ده في خريطة يلا. خريطة؟ ارميه يا عم، تلاقيه كتاب جغرافيا. ارمي ايه؟ دي خريطة الكنز، كنز طاعة الوالدين، الطريق إلى الكنز. الله، إيه الرموز والشفرات دي؟ الكنز يقدر ب 300 سبيكة ذهبية، إذا عثرت على الكنز هتعيش في نغنغة وعز. ابحث، خربش، تكسب. إيه ده دولة؟ ده أنا خايف يا دولة. خايف من إيه يالا؟ خايف من خريطة يالا؟ خريطة كنز يعني، ممكن فعلا لو دورنا ممكن نلاقي كنز. لا ما تقولش. ما انا قلت يا ابني خلاص، وواضح ان الكنز ده موجود هنا هو في المخزن بتاع البازار، بس الرموز دي مين اللي حلها؟ استنى كده يا عم، استنى كنز. استنى يالا، ده في كارت يالا، كارت على ورقة باردي. ياقوت مرجان، خبير اول حفر وتنقيب وفك رموز، حاصل على دبلومة الكنوز الفرعونية من معهد الزلعة الذهبية. هو ياقوت مرجان ده اللي هيدلنا فين الكنز بالظبط. استنى كويس، في رقم موبايل ليه. ايوه جاي. احلى ثلاثة شاي على مية بيضاء يا استاذ عادل. شكرا. يعني انت متاكد ان ياقوت مرجان ده مات؟ بقول لحضرتك ده والدي انا، ذهب ياقوت مرجان. احمدك يا رب. وعلى كده بقى حضرتك يعني تعرف كلمه السر بتاعت مغاره علي بابا؟ اصل هم غيروها. ايه ده خارج من فيلم كرتون ده ولا ايه؟ بس يا بابا احنا بنتكلم عن كنز بجد. حضرتك يعني افهم من كلامك ان انت فعلا تقدر تلاقي لنا الكنز ده؟ يا استاذ دي مهنه انا وارثها ابا عن جد عن عم، مهنه تتوارثها الاجيال. زي مهنة الحمار كده يعني. شوف، مش عايز ينسى مهنته ابدا. انت بتتكلم ليه حضرتك؟ يعني الكنز ده بالنسبه لك سهل يعني؟ انا كده هقوم امشي على فكره. مش يا عم ما تتصعبش علينا قوي كده، انا هقوم امشي وبتاع، انت هتعمل لنا فيها خولي بتاع الكنوز. ولا عيب يلا احنا اسفين جدا يا باشمهندس، معلش انا بس كنا حابين يعني نطمن. احنا عيله مشهوره بالذهب ابا عن جد، ايدينا في الذهب ابا عن جد. انا جدي هو اللي اكتشف كنز الملك قارون. ايه ده؟ ياه، اللي هو بتاع الفيوم ده كنز قارون. طب ولقيته المفتاح؟ انا كنت عارف يعني ان هو تايه. لا احنا فورنا الاقفال. فورت الاقفال؟ لا كده احنا اطمننا يعني، مدام بتعرفوا تتصرفوا اطمننا حضرتك. طيب نتكلم بقى بشكل عملي، هنتحاسب ازاي؟ انا هاخد 10% من الكنز بس. 10% ولا تفرق معانا يعني؟ هو الكنز بتاعنا يعني؟ ده احنا نلاقيه لسه يعني. بس خلي بالك، أجرة الحفارين وسجايرهم وفطارهم والعدة عليك. دي الأجرة اللي عايزينها قبل ما يلاقوا الكنز. طب كام يعني؟ تخشينا في حدود كام؟ يعني حوالي 3-4 آلاف جنيه، وانت وشطرتك في الفصال بقى مع العمال. 3-4 آلاف؟ لا خلاص مفيش مشكلة إن شاء الله، بس أهم حاجة ما يفشوش الأسرار، انت عارف الضرائب بعينيها مفتحة جامد يعني. يا أستاذ أنا جايب لك صفوة. الرقاصة؟ يا أستاذ أنا قصدي صفوة القوم في الشغلانة دي. جايب لك ابراهيم حفره، عباس تحضيره، سيد مطب ده علشان الطوارئ لو قابلنا تحت مسلح ولا حاجه نخش فيها كده. كل ده كوم، وعرق عبده ابليس لوحده كوم تاني. عبده ابليس؟ حضرتك مش شايف ان في تناقض بين عبده وبين ابليس؟ عبده ابليس ده علشان لو اتكعبلنا في لعنه واحنا بنحفر يخش يشيلها هو. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا علم دهب. امال فين الرجاله؟ امال الرجاله على وصول اهم، وصلوا هم. اهلا وسهلا يا رجاله. اهلا وسهلا. منورين. اهلا وسهلا. منورين يا رجاله. اهلا وسهلا. ده ايه الحلاوه دي؟ اهلا بيكم.
وانا فتحت شكارة ولا ايه؟ رش شويه ميه هنا ادي حته الجو قلب يا عم، شكله هينطر يا دوله. اعرفكم، سيد مطب، ابراهيم حفره، عباس دحضيره، وده بقى عبده ابليس. عبده ابليس؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب ومعلم دقبهم شكلهم ليه معفر كده؟ كنا بنخلص اساسات برج التجاره العالمي. برج التجاره العالمي بتاع امريكا؟ اوه ده فيه خيارات كتير، ساعات، موبايلات، سناسن. سناسن دي اللي بتبقى اطول من السلاسل بشويه يعني. وانا رحت عملت له مطبات هوائيه حوالين البرج على اساس الطياره تترزع المطب من هنا تهدي اجبال. ده ايه الحلاوه؟ هو حضرتك بقى استاذ ابليس ايه؟ طيب يعني هنبتدي ازاي ولا عايزين ايه مثلا؟ الشغلانه بتاعتك دي بقى يا استاذ عادل هتاخد يومين، يا ريتك تعرض من الرجاله بقى. حضرتك متاكد ان هما يومين بس؟ ايوه ده كنز صغير مش مستاهل. لا خلاص ما دام كنز صغير بالنسبه لكم يعني تحت امركم، ادي الفلوس اهي. حضرتك ادي لهم انت الفلوس. اتفضلوا على الشغل يا رجاله. يلا يلا الهمه يا رجاله الهمه. بصوا 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 يا رجاله، انا عايزكم تحفروا لي بقى على عمق مترين و9 سنتي. بقول لك ايه، ما تخليهم 2 متر ونص عشان بقى يلاقوا كنز على طول، لان انا مش عايز ولا فرده حلق تضيع منها. يا استاذ عادل يا استاذ عادل، ما ينفعش، دي احداثيات. معلش برضو حضرتك، يعني انا صاحب الكنز وليا راي برضو. ما تهدلنا شويه يا استاذ، انت هتقولها حريقه ليه؟ كل اعوذ برب الفلق. ايه الاخبار؟ لقيتوا ايه ولا عملتوا ايه؟ بتحفروا ولا لسه؟ على وشك على وشك. لقيتوا لقيتوا. الحمد لله الحمد لله، الف مبروك يا دولة. عارف انا بحلم بقى ايه؟ ان انا اسكن في قصر في الطلبية كده يا ورينا كده ورينا. ده ايه ده، موبايل؟ الحمد لله الحمد لله، لقيت موبايلي، اصل كان ضاع منه وانا بحفر. ضاع منه وهو بيحفر؟ ايه يا عم دهب، ايه الناس اللي بتوقع موبايلاتها دي وهم بيحفروا؟ طب احفروا بسرعه بقى، احفروا بسرعه. دولا بقول لك ايه، ما ينفعش يطلعوا لنا ميه كده وهم بيحفروا بالمره، اصل انا عطشت. انت ايه بتتكلم ليه؟ انت بتتكلم وايه اللي موقفك هنا اساسا؟ وسايب البازار لوحده؟ يلا روح على البازار اتكل على الله. يا دولا بازار ايه يا عم وبتاع ايه؟ يا انسى بقى الفقر يا دولا، انت خلاص هتلاقي الكنز ان شاء الله وهتاكل ريش نعام. اكل ريش نعام وانام على لحمه بتلو بقى ولا ايه؟ مش عاوزين دوشه، ما تخلوش نايم يا صاح. استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا رمزي ولا رمزي، ما تروح تشغل لنا يلا قران يلا. ها ايه الاخبار يا معلم ده؟ لقيته لقيته لقيته. الحمد لله الحمد لله، الف مبروك يا دوله. الله يبارك فيك. هسكن بقى في قصر عالي، بس مش في الطلبيه بقى، هغير، هسكن في العمرانيه. اتفضل يا عم حفره، ادي جراب الموبايل بتاعك. الحمد لله، انت امين يا دحطيره. يا عم حفره، وانت كل شويه تضيع حاجه كده، هو انت عم مطب ما لقيت لناش حاجه ولا ايه؟ لا 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 لا، ما تكلمنيش بالطريقه دي، وبعدين انت داخل عليا كده ليه؟ ادخل عليك ازاي يعني؟ اكلكس قبل ما ادخل ولا هدي السرعه قبل ما اخش عليك على اساس انك مطب؟ يا عم دهب في ايه يا استاذ عادل؟ في ايه؟ جايب لي كل عيوب الشوارع تحفر عندي، حفره ونقره ودحريره دحريره دحريره، ايه اللي انت جايبها لي؟ من فضلك يا استاذ عادل، انا ما اسمحلكش انك تغلط في شغلي ولا في التيم ورك بتاعي. تيم ورك انت هتعمل لي فيها الجوهري بتاع الحفر. بص بقى، ومن الاخر كده، احنا الشغل ده ما ينفعناش، احنا عايزين بقى نوسع الحفره علشان ندق الترمب. عطشت عطشت. لا 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 لا، ما بحبش الميه، حد يولع شويه نار. ولا يا رمزي، روح هات كورتين نار بسرعه عشان واضح ان ابليس جعان. لقيته لقيته. لا الكنز يا دوله. لا يا ابني، ده تلاقيه لقى الشاحن بتاع موبايل حفره. ويلا هيلا صل على النبي، كلنا عيلة في القناطر. واحنا طالعين رحلة يالا. ايه دولة؟ طب اقول لك، احنا نغني لهم حاجة فريحي بقى. عشان نصحصحهم كده. يا دولة. والكنز الليلة الليلة بتعيدوا يا رب تبارك تبارك وتزيدوا، يا رب تبارك يا رب يظهر الكنز ويقب، يا رب تبارك وتزيدوا. يا رجالة وصلتوا لحاجة؟ رجالة ايه وهبابة ايه بقى؟ احنا بقالنا شهر بنحفر، احنا كنا بنحفر في متر الانفاق
كنا وصلنا لخط مدينة ناصر الجديد. مدينة ناصر الجديد يعني ايه؟ يعني ايه؟ قصدكوا ايه؟ يظهر كده ان مفيش حاجة والخريطة دي فسكوني تقليد يعني. تصدق ممكن يا دحضرة؟ صح؟ صح؟ المؤرخ بيشتغلنا عادي، المؤرخين بيروشنوا علينا وبيشتغلوا الاجيال القادمه. اجيال قادمه اللي بيشتغلوها يعني قصكم ايه؟ حرام عليكم. لا احفروا احفروا، ده انا بعت الانبوبه عشان اجيب لكم اجركم يا جماعه. حرام عليكم احفروا والنبي. يا استاذ عادل واضح ان مفيش كنز، احنا مضطرين نستاذن ونمشي. تمشوا ايه؟ تمشوا ايه؟ لا 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 لا، احفروا، هي قربت خلاص، قربت خلاص. احفروا 3 4 متر ان شاء الله هنلاقي كنز. هنلاقي كنز والنبي، احفروا 3 4 متر. مفيش كنز، احنا لازم نمشي. يلا يا رجاله. لا 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 يا وحسن، ابليس ابليس جه دورك، وزهم عشان يشتغلوا يا ابليس. ما توزهمش ما توزهمش. بقول لك ايه، احنا لا هنحفر ولا هندور على حاجه، الحته دي ما فيهاش حاجه. بينا يا رجاله. لا بينا ايه يا معلم انت؟ هو بقول لك ايه، ما حدش ماشي من هنا الا على جزمتي وعلى قولك. ربوهم يا رجاله. لا لا ثانيه واحده حضرتك، انا ما قلتش حاجه. ده هو اللي قال، انا ما قلتش حضرتك كده. ربوه هو يا رجاله. اه ربوه ربوه. وهلا هلا في القناطر، كلنا عيله في القناطر. دول يخرب بيتك، يخرب. اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ انت مكسر نص مصر لغايه دلوقتي، اعمل لك ايه؟ يلا ما تفتح يالا. انا اسف يا دولا، انا اسف والله ما شفتهم يا دولا. عايز ايه دلوقتي؟ عايز ايه؟ دولا ممكن يعني اطلب منك طلب كده اهو. اطلب اي حاجه بس ما تطلبش فلوس ولا تطلب اجازات. امال مين هيكسر لي في الاجازه بتاعتك؟ لا يا دولا انا الحمد لله معايا فلوس وكل حاجه. انا يعني كنت عايزك يعني تكتب جواب لامي. انا اكتب جواب لامك؟ عيب يا رمز. عوك يخرب بيتك. امك دي يالا دي مرات عمي. يهبل يهبل. يا دولا لا يا انت يا عم، دماغك راحت فين يا عم؟ انا قصدي انك انت تكتب لي انا جواب ابعته انا، انا لام انا 12. انا حاضر يا سيدي، قول كده من الصبح. انا قلت برضو ايه ده، بيستهبل ده ولا ايه؟ ما لازم اقعد اركز في الكلام عشان تفهمني. اخلص اخلص. اكتب يا دولا. ايه اكتب؟ لا عندك كحه يعني ولا ايه؟ لا انا جاي اهو دولا. الى امي ام رمزي الحبيبه، يعني الشهامة والجدعنة والرجولة. رجولة دي يالا؟ حد يقول لأمه إنها راجل يالا؟ أنت ولا ولا خش في الموضوع على طول. أنا كويس يا ماما. بلاش يا ماما دي، أنا دولس اللي تزعل مني. بلاش يا ماما، بلاش يا ماما. أنا كويس الحمد لله يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة، برغم من إن دولة ابن عمي فلزة كبدي مطلع عينيا ويعني. ان بكتب لك جوابات انا غلطان؟ بتكتب لامك ان انا مطلع عينك يالا بتستهبل؟ ايه دول يعني اكذب على امي؟ لا اكذب على امك، اكذب على. ماشي شوف مين هيكتب لك جوابات تاني. شوف ماشي، مش عايزك تكتب يا عم، انا هقول لها في التليفون. هتقول لها في التليفون؟ قول لها في التليفون. ايه اللي انت لابسه ده يا دول؟ ده ايه ده؟ جمل. عمار لابس جمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ده، معقوله كابتن ابراهيم سعيد؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. انا مش والله مش مصدق نفسي. اتفضل يا كابتن. اتفضل. اهلا وسهلا. دول مين الكابتن ابراهيم سعيد ده؟ بس يلا يا معلش يا كابتن، اللي ما يعرفك يجهلك. وده بقى مش جاهل، ده ابو جهل نفسه. هو فعلا شكله ملوش دعوه بالكره خالص. والله ولا ليه دعوه باي حاجه حضرتك. لا لا لا، ايه اللي ماليش دعوه بالكره؟ لا انا على فكره بقى وانا صغير كنت بلعب انا والعيال زمايلي بيلي مسافات طويله. شفت يا كابتن بيلي؟ هو اخره بيلي اساسا. اخره بيلي هو نفسه، اخره بيلي. اجري يلا هتشرب يا كابتن. لا شكرا. لا 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 لا، لازم مش عايز والله. ولا روح هات كوبايه شاي في الجون يلا. ماشي يا دولا. وعندك واحد شاي في الجون وما ياكلش تسلل. اهلا وسهلا، منور يا كابتن. ربنا يخليك. كم التمثال ده بقى؟ التمثال اللي هو بتاع توت عنخ امون ده؟ اه ده يا سيدي عشان خاطرك وعشان خاطر منتخب مصر اديهولك ب 150 جنيه. انا عايز واحد مش عايز دستة. واحد ايه حضرتك ودستة ايه يعني؟ حضرتك ده متكلف جامد جدا، ده بس كفايه الالوان اللي فيه والذهب اللي فيه ده. انت هتشتغلني هو من الاخر 40 جنيه. 40 جنيه يا كابتن؟ معلش يعني عدم المؤاخذه، اللي يشوف حضرتك بتفاصل كده يعني يقول يعني معكش فلوس. بس انا اعرف يعني ما شاء الله، انا ما بحسدش، ان لعيبه الكوره دي اكتر ناس بتكسب. نكسب مين؟ كل الناس فاكره كده، مع اننا احنا مظلومين جدا على فكره. مظلومين؟ اما لو انتوا تبقوا مظلومين احنا ايه، نبقى اسرع حرب بقى. لا اللي بيكسب فعلا السمسار. السمسار ليه؟ هو السمسار يعني عدم المؤاخذه هو اللي بيجيب البطولات؟ لا ما هو بيجيب اللعيب، بياخد فلوس من اللاعب وبياخد فلوس من النادي وبياخد فلوس من اتحاد الكوره. انت فاضل تقول لي بانه بياخد كمان فلوس من الجماهير بقى؟ فعلا لو الجماهير اعجبت باللاعب ممكن الجماهير تديله فلوس.
يا سلام، يعني السمسار يجيب لعيبة يديها للنوادي ويكسب هو فلوس كتير. بالظبط كده. طيب ممكن يا كابتن ابراهيم يعني اخد تليفون حضرتك يعني؟ مفيش مشكلة، ده الكارت بتاعي. شكر اول ذوقك يا كابتن، ان شاء الله بجد انتظر بقى مني مفاجأة. يا كابتن دول الكباتن بره، ادخلهم ولا نتقل عليهم شوية؟ تتقل عليهم ليه؟ اصبر اصبر يا كابتن، ندخل العيال اللي عايزين يلعبوا؟ دخلهم بس واحد واحد بنظام. حاضر حضرتك، سمعت؟ واحد واحد بنظام، يلا. ماشي يا دولا، ده كده هو بره كتير قوي. الواد فاتلة باين عليه واد شاطر قوي، انا مش همسكه بس البوفيه بتاع اتحاد الكرة، انا همسكه البوفيه بتاع الفيفا، يلا. الله يا دولا، يا ابو قلب كبير يا دولا. انا بقول لك يا دولا، ما تخلي الكابتن ملواني يكتشفني يا دولا، ده انا على فكره كل اللي يشوفني يفكرني ابو تريكا. يفكرك ابو تريكا؟ ايوه يا دولا، ده انا شبهه تيبيكال. حتى بص يا دولا. يا هبال، انت فكرك ان ده ابو تريكا؟ يا عبيط، امال يا دول؟ ده عمرو زكي يا غبي. يلا يلا، انت اساسا بالكتير شبه الملواني. لا مؤاخذه يا كابتن نادي الناس، يلا. ماشي يا دول، ماشي يا كابتن، ماشي. يلا يا جماعه بقى، واحد واحد، وعايزين نظام. ها، عايزين الكابتن الاولاني يدخل. يلا يا رمز، انا مش قايل لك دخل الناس واحد واحد، مدخل لي خمسه مع بعض ليه؟ معلش يا دول، ما انا لقيته بقى زحم المكان بره، فقلت بقى اخف شويه من بره. انا عبود الخطيب، هداف الشرابية دورتين ورا بعض. عبود؟ قصدك عبود على الحدود يعني؟ عبود، علاقتك ايه بالكورة؟ علاقته واضحة، هو والكورة شبه بعض يعني. حضرتك ما تبصش لهيئتي، حضرتك شوف مهاراتي، انا التوينز بتاع زيدان، شبهه شبهه يعني. فعلا شبهه، الصباع اللي انت بتشاور بيه ده شبه زيدان فعلا. يا ابني المهاجم لازم يكون رشيق الحرك. انا ممكن اخس كيلو ونص. انت محتاج تخس طن ونص. يعني يا كابتن مفيش امل يا كابتن؟ ايه رايك يا كابتن؟ والله يا كابتن انا شايف ان هو ممكن يبقى حارس مرمى كويس جدا، لان هو لو وقف في المرمى مش هيبقى فيه ولا خرم حد يجيب فيه جوان يعني. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخلي حياتك يا كابتن، ربنا يخليك. يلا يلا رمز اللي بعده. يلا عناية يا كابتن دولة. يلا يا جماعه، الكابتن اللي بعده. الكابتن اللي بعده. ما هو دخل اهو يا اهبل يا اهبل، انت مش شايفه؟ ما انت لا اما تدخل لي خمسه خمسه، لا اما تدخل لي نص نص يا غبي. معلش يا دول، اصل انا لقيت واحد دايس عليه بره يعني، فصعب عليا. معلش يا دول. وده يبقى ايه ده، حامل الرايه؟ لا اكيد الرايه اطول منه طبعا يا كابتن. العين عليها حارس، وانا بعون الله حارس مروى علي الحضري. حارس مروى؟ حارس مروى يعني ايه؟ ازاي يعني؟ انا بلا فخر وبلا مجاملات عشان مالكوش عندي مجامله، انا علي الحضري حارس مرمى الشرابيه والزاويه. قصدك حارس مرمى القصارين؟ تين كير. تين شوكي بقى. بص يا كابتن، انا عندي خفه حركه غير عاديه، ده انا كنت بنط الحضري في ديسك واحد. كنت مع الحضري في ديسك واحد وهو ما جالوش ديسك وطول، وانت جالك ديسك قصرت ولا ايه؟ معلش والنبي يا دولا، والله العظيم شكله هيصعب على المهاجمين قوي على فكره، وهيتعاطفوا معاه. لا ده ما ينفعش جون خالص. ليه بس بتعطل؟ ابوس تيشرتك، خدني معاك. طب ما انا عندي فكره يا كابتن. ايه هي الفكره؟ ايه رايك يا كابتن لو هو بقى مهاجم بتاع الفريق؟ اكيد الفريق المنافس مش هيشوفه وهو عمال بيزرق من وسطيهم، ويقدر يجيب جوان كتير. فكره حلوه، برافو عليك. فكرة ايه بس؟ ومهاجم ايه يا دولا؟ طب ما فرقته بردك مش هتشوفه يعني، هيروح الجون ومن غير كورة. مش اشكال، مش اشكال، فرقته مش مهم تشوفه، المهم هو يشوف فرقته. انت بتعرف تشوف الناس نظرك كويس؟ انا جايب لينسز بمحلوله. لينسز بمحلوله، ايه رأيك؟ خلاص نتكر على الله، الف مبروك، انت المهاجم يا بتاع الفريق. الله يخليك يا كابتن. كابتن دولا يا نجم، هوبا، عايز احترم يا نجم، هوبا كابتن دولا. عناية يا كابتن، عناية عناية. يلا الكابتن اللي بعده. دخلنا على سوق العبور. ايه يا ابني انت جاي تشجع ولا ايه؟ انا فرج الناشف وزير دفاع فريق جرجه. وايه النهجان اللي انت فيه ده؟ فاكر مثلا ان احنا ممكن نعمل لك ماتش اعتزال؟ لا انا الكوره بتجري في دمي. تجري ايه في دمك اذا كنت انت اساسا مش قادر تجري؟ مين قالك ده؟ انا ساعات بروح بلدنا ماشي. طيب وبعدين ايه اللبس اللي انت لابسه؟ انت فاكر نفسك رايح الغيط؟ مفروض تلبس لبس رياضه. انا بلعب في بلدنا كده. اسمع الكلام وانت ساكت، انت جاي من اولها لمضى. اسمع اوامرك يا سعاده البيه، اوامرك يا سعاده البيه. يلا يا بعد يا رمز، يلا خلينا نخلص. يلا يلا مشغور، والبس لبس التدريبات. انا يا دول الكابتن اللي بعده.
السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عثمان من السودان الشقيق واسمي الدلع شوكولاته. قصدك اسم الدلع شيكا بالا وجاي تحترف هنا ولا ايه يا عثمان؟ يا ريت يا كابتن احترف عندكم هنا بس يعني. خلاص خلاص سيب بياناتك عثمان سيب بياناتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عسل 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 اللي بعده شوف لنا اللي بعده بس حاجة على كريمة كده عينيا يا دول عينيا الكابتن اللي بعده بالخطوة السريعة قال له يا عمو أنا نفسي ألعب كورة بس بشرط ما تكونش تقيلة ممكن ولا إيه؟ في كورة ايه يلا يا ابني يلا يا ابني روح العب بينج بونج جنجري طب ممكن يا عمو العب بينج بس لا انا ممكن انا بقى العب النجر يلا يلا من هنا يلا خلاص خلاص كفايه كده النهارده واتصلوا بالناس عشان بكره نبدا التمرين طب تفتكر يعني يا كابتن ملواني العيال دي ممكن يجي منهم نتيجه كويسه طبعا بنعمل لك من الفسيخ شربات 1500 جنيه في 10 انفار يساوي 15000 جنيه 15000 ايه دول انت بعت الموبايل بتاعك ولا ايه الموبايل بتاعي هبيعه ب 15000 جنيه دي دراسه جدوى يا غبي جدول ايه بس يا دول اللي انتوا بتدرسوه ده جدول الضرب ده بقى على فكره ما منوش اي فايده يعني مثلا يقول لك 9 في 5 طب يا دول يعني ازاي يعني التسعه الكبيره دي نضربها في الخمسه الزغنطيطه المدوره دي مش حرام دي انت صعبان عليك ان الخمسه صغيره والتسعه كبيره طب 5 في 0 بكام يا رمزي 5 و0 50 طب الحمد لله ان انا ما مسكتكش حسابات اقعد ساكت بقى طب دول يعني ما قلتليش انت ناوي تعمل ايه مسكتك الكنكولوليتور دي على فكره معناها انك هتتصل بحد الكنكولوليتور ده انت عمرك ما استعملته قبل كده يا رمزي لا يا دولا ده انا ياما رنيت منه رنيت منه بص يا رمزي انا مش عافر معاك يعني انا عايز افهمك حاجه انت برضو يعني ابن عمي واذا ربما حد يفتكر انك ذكي يعني انا بفكر في مشروع يعني عارف انت الجماعه اللي هم اصحاب المحلات اللي حوالينا طول الاسبوع بيقعدوا ياكلوا من المحلات اللي في الشارع وبيدفعوا فلوس كتيره جدا فلوس دي بقى مين اولى بيها يالا عيالهم طبعا دول اولى بيها بدل اكلهم وصرمحتهم في الشوارع كده يالا عيالهم احنا مالنا ومال عيالهم احنا اللي اولى بالفلوس دي يالا انا قررت اعمل مشروع جديد ايوه كده بقى يا عم بقى ريحنا كده ونقوم قافلين بقى البازار وجايبين ضرافو علشان بقى التماثيل اللي بيقعدوا يتخانقوا ويدوشوني يا دول بالليل بالليل ايه انت لا فاهم اللي انا بقوله ولا فاهم اللي انت بتقوله عايز تجيب طرف البازار وخلاص لا يا غبي انا المشروع اللي انا بفكر فيه ده يا رمزي عايز اعمله جنب البازار الله يا دولة طب وانا بقى يا عم هعمل ايه انت ليك دور جامد قوي يالا يا دولة هشتري لك عجله هتوصل عليها الطلبات للناس الله يا دولة الله يا حبيبي يا ابن عمي الله انا بقى يا دولة هركب بقى العجله دي على من ايطاليا كده هون واعمل كرانيش للبتاع العجل بتاعهم دولة يا دولة وهجيب بقى النمر بتاعه العربيه اللي انا سرقتها اللي بتقف قدام البازار بره دي واقوم ركبها في البسكريت انت سرقت نمر بتاعت عربية كانت واقفة قدام البازار؟ العربية دي لونها ايه يا؟ لونها اصفر والعربية اللي انا كل يوم بقول لك روح اغسلها لونها ايه بتاعتي؟ اصفر وبتقف فين عربيتي؟ قدام البازار يا دول تقف قدام البازار سؤال تاني كمان عارف ده ايه ده؟ ده كرباج يا دول ده كرباج بيستعمل ايه الكرباج؟ ده بنضرب بيه الحيوانات الحيوانات اللي بتسرق النمر بتاعت عربيتي تسرق نمر عربيتي والله يا دولا مش قصدك تسرق مش قصدك لا يا دولا والنبي لا يا دولا ده انا بهدلك سرقت كام نمره هي نمره واحده كل يوم بسرقها مرتين ماشي هبعت لك كل البضاعه اللي انت عايزها مع السلامه ايه رايك بقى معلم جبتك هنا اهو بقى عشان اعزمك بمناسبه الصفقه الجديده بتاعتي ربنا يخليك ليا يا رب يا دولا هتجيب لي كوكتيل ياد كوكتيل ايه ياد انا بقيت راجل اعمال جامد جدا مش اقل من غدا وايطاليان فود يا معلم فول ماشي يا دولا بس بقى بالزيت الحار ايه ده يا حضرات معلش دي ترابيزتنا يعني سيبهم يا دولا اهو نتفرج على حاجه واحنا بناكل يا دولا انا استحاله اطلعها الا لما استرد كل اللي دفعته ده عمري كوبايات حضرتك هتقع ما تقع خليك في حالك هلا ولا ايه يالا دي ايه يالا دي لا 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 حضرتك خلي بالك يعني وانت بتكلم رمزي وبعدين حضرتك دي ترابيزتنا قوموا بقى لو سمحتوا انا مكسل قوم انت قوم انا ايه يعني حضرتك لا يعني ايه مكسل دي لا ترابيزتنا لو سمحتوا قوموا يعني ايه يالا ترابيزتك انت اللي شاري العيش بتاع الكافيه
هتخش لي بقى في سكه ان ده كافيه الحكومه والكلام ده ولا ايه؟ طب يلا بقى من هنا بدل ما نرش ميه عليكم قدام الترابيزه. يلا 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 يا غبي يا غبي، انت بترش عليا انا. اسمع يا فتحي، انا هكلمها لك، دي بنت عمتي وهي هتسمع كلامي. ايوه يا سوزي، خلصت النمره؟ يا سوزي انا زعلان منك، هو عشان جوزك ابن حلال وموافق على اللي انت بتعمليه تقومي تعملي فيه كده؟ يا ست هو مالكيش ما تشتغليش، شغلي رقاصه زي ما انت عاوزه. معاكم المقدم نبيل الحلفاوي والعقيد يوسف شعبان. يا سلام. طب النقيب محمد وفيق فين امال؟ النقيب محمد وفيق في مهمه تانية، خلينا احنا في عملياتنا. انا عايز حد يشيل الغمامه دي من على عينيا. الغمامه على اساس انها هتمطر، شيلها له بعد اذنك اهو. انا ونبيل الحلفاوي مراقبينكم من فتره طويله قوي، للاسف انتوا متورطين في عمليه امن دوله كبيره قوي. امن دوله ايه حضرتك؟ لا يا فندم، انا بحب مصر جدا، واخر مره مصر كانت في كاس افريقيا كنت بشجعها جدا، وكنت بعد اقول تيت 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 مصر، ايه اللي حصل مننا يعني؟ مطلوب نكون صحيحين اكتر من كده. حضرتك خلاص يبقى البن عليكم. وانا عايز سندوتشات عشان انا لما باكل بسهر على طول. ولا ما تزودش الطلبات، يلا ممكن يجيبوا لك اللي انت عايزه بعد كده يخصموه من الضرايب. انا عارف ان انتوا مواطنين شرفاء صالحين فعلا، لكن اعداء الوطن ما سابوش لمحب الوطن حاجة. يا سلام، فعلا يا فندم على رأي المثل، ادي العيش لخبازه. وعلشان كده احنا جبناكم هنا بخصوص الجاسوسة اللي اسمها ماتيلدا باولو، تعرفوها؟ لا حضرتك ما نعرفهاش. لا ايه يا دولة، لا ايه يا عم، لا حضرتك احنا نعرفها، انت من اولها هتنكر اللي جات لنا البازار النهارده بتاعت التماثيل. خرب بيتك. يا فندم سيادتك، اعرفها سيادتك يعني يا فندم، بس انا يعني كنت متلخبط. كويس انك افتكرت قبل ما نحطك على جهاز كشف الفكر. يا فندم انا ما كنتش اعرف انها جاسوسه. طب وحيات علم مصر، وحيات الاهرامات، وحيات ابو تريكه يا راجل، والله ما كنت اعرف انها جاسوسه. انا بقى كنت اعرف، لان هي فعلا كانت شكلها سوسه كده. اهو اعترف سيادتك يا فندم، امسكوه بقى اعدموه بالكرسي الكهربائي حضرتك غرقا بالرصاص، اعملوا فيه اي حاجه. ده حضرتك بيشتغل جاسوس لخمس دول. عموما احنا مفتحين ومسكين خيوطات اللعبة من الأول. أنتم مطلوبين في مهمة وطنية مع الجاسوسة ماتيلدا باولو. تحت أمرك يا فندم، لو سيادتك يعني عايزنا نعمل أي حاجة أنا تحت أمرك. ممكن أزرع لها مثلا ميكروفونات في الشنطة بتاعتها، أو أكتبها شيكات بالحبر السري. التماثيل اللي قالت إنها هتوريها لكم محشوة قنابل ومتفجرات. يا نهار اسوح، كانت عايزة تفرقع في التماثيل عشان تخسرني كمواطن مصري ولا رمزي؟ يا دولة، ايطاليا اعلنت الحرب عليا. يالا مش ايطاليا بس يا عادل، ماتيلدا باولو معاها فوق ال 14 جنسية. 14 جنسية؟ دي بتتاجر فيهم دي ولا ايه؟ انا هفهمك. ايوه يا ابني، اديني رائد صبر عمنا، وانا كل ما اطلبه يطلع في الحمام. خلاص اديني اللواء صلاح ذو الفقار. ياه، نفسي اشوف نيلي. نيلي ايه يا ابني وانت في مسبيرو؟ ما تهبط يا تهبط. مقدم نبيل شغل الجهاز. دي بقى صور ماتيلدا باولو بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وهي كانت سبب في تفكيكه. اكيد حضرتك يعني هي اللي يعني فتنت على الحزب الشيوعي بتاع يلسن مثلا. واللي معاها ده بقى ماركو فان باستن، ايام ما كان جاسوس قبل ما يلعب كوره، كونوا مع بعض خليه تجسس ماجوره وتعاملوا مع كل دول العالم. اكيد طبعا ضربوا اسعار يعني عشان ياخدوا المقاوله بتاعت الجاسوسيه دي بسعر رخيص. بقول لك يا دولا، هو الجاسوس بياخد كام في الشهر؟ لا بياخدها بالقطعه مش بالشهر. السنه اللي فاتت بقى حاولت تجند الحضري عشان ينقل لها اخبار النادي، لكن هو رفض وصد الهجمه. الله الله يا حضري، ارقص يا حضري، العب يا حضري، ارجع بقى يا حضري. دولا يبقى خليه بقى يجيب شقه بطيخ وهو راجع. ونبعتهم برضه يجيبوا لنا جبنه. على فكره يا فندم سيادتك، حكايه المخابرات دي بتجوع قوي زي البحر بالظبط. انا بقى اسكت جاروها عشان تجرجروها. الله عليك يا نجم، هو ده الكلام. واحنا هنكون متابعينكم، بس مش عاوز يبان عليكم حاجه. لا ما يكونش عندك فكر خالص، احنا من حيث التنكر فاحنا متنكرين اصلا، ده انا ساعات ما بعرفش نفسي. امن مصر وسلامتها بين ايديك يا سيد عادل. حضرتك طب يعني ان شاء الله ما العمليه دي تتم بسلام، يعني احنا هناخد ايه؟
طمنوا يا اولاد، مصر عمرها ما بتنسى اولادها. ازيك يا عم دولي؟ ازيك يا حته؟ صباح عم رمزي. الحمد لله. ازيك يا دول؟ ايه اللي جابك هنا يا ده رمزي؟ ياه يا دوله، زهقت يا عم من قعده بقى البازار، فقلت بقى اجي اقعد في القهوه شويه. ولا يعني الكلب ده احسن مني يعني؟ انت هتزق الكلب ولا ايه؟ انت بتغير منه ولا ايه يا ده رمز؟ بس يا دوله يعني الكلب ده مش احسن مني في حاجه يعني؟ طب ما انا بحرس البازار زيه بالظبط يا دوله. لا مش زيه بالظبط، هو بيحرس البازار بس انت بتحرس البازار وبتكسر التماثيل. ايوه بكسرها عشان بفك نحسها، هي ما بتبقاش عايزه تتباع. انا مش فاهم انت جاي تهبب ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ ولا حته. امرنا معلم رمزي. لو سمحت عايز كوبايه شاي تاني يعني على حساب دوله حبيبي. انا ايه؟ ولا ما انت لسه شارب الشاي بتاعي. اديك قلت اهو بتاعي، يعني انا لسه ما طلبتش حاجه. يا سلام. اتفضل يا باشا. شكرا يا حته. هات يا حته. ايه ده ايه ده ايه ده، انت هتاخد الشاي بتاعي؟ بتاعك ايه يالا؟ الشاي ده بتاعي انا يالا. بس بس مش عايز اي دوشه. لا مؤاخذه يا باشا، البس صغير ده بقى مش هنجيب له بقى يعني كراويه حلبه ينسون شويه عصير عظم. ولا باشا بيشتغل بالحجاره ده ولا مش بالاكل ولا ايه؟ يا ظريف، ده كلب زميلك ده. ايه ده دوله، ده كلب زميلك ولا كلب بوليسي؟ بص ده اصلا كان قطه واخد بالك، بس عمل عمليه تجميل لانه كان رافض الجنس بتاعه ده، فبقى دلوقتي كلب يعني ما شاء الله. يا اتريني يا دوله، كل ما اضربه يقعد يناونو. امال ايه بيناونو ده؟ وبعدين انت لابس اللبس بتاعه اللي عليه رسم الكلاب ولا ايه؟ لا دوله ده اللبس بتاعي دول. ياه باين عليك بتحب الكلب ده يا استاذ عادل. اه طبعا لازم احبه يعني، ده برضه روح يعني. طب يا باشا طالما يعني غالي عندك قوي كده ما تعالجه. اعالجه ازاي يعني؟ اعالجه فين؟ اوديه لدكتور نفساني؟ وديه للدكتور مجد الديل. ايه مجد الديل ده؟ يعني مدام ديل يبقى اكيد بيعالج حيوانات يعني؟ لا ده حكايته حكايه يا باشا. مجد الديل ده هو صغير عضه كلب فراح المستشفى قعد 15 سنه هناك، فبقى تخصص في علاج الكلاب. ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب ما انا وانا صغير دول عضني كلب عادي يعني. اكيد طبعا الكلب خد 21 حقنه. ايه ده دول انت شرفك يا ابني؟ ما انا عارف، ما دي امراض بتتنقل للكلاب. المهم معاك العنوان بتاع الدكتور ده؟ اه طبعا يا باشا معايا. طيب حلوه. ايه 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 هتعمل ايه؟ هتدلق الميه على الكلب؟ لا بس كانت هتقع. كانت هتقع. ادخل. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، احب اعرفك بنفسي، انا الدكتور مجدي الديل، اخصائي في علاج الكلاب اللولو والجرفون، ماجستير في علاج كلاب الصيد، دكتوراه في علاج كلاب الحراسه، وزميل كليه الكلب البوليسي، وعضو الجمعيه الدوليه لكلب البحر. اكيد بقى موضوع كلب البحر ده، حضرتك لما بتصيف يعني ما بتضيعش وقت تتعالج كلب البحر برضو يعني. حضرتك تقدر تعتبرني ملزمه، ملزمه في علاج كل انواع الكلاب الاليفه. يا سلام. طيب حضرتك يعني احنا عندنا مشكله في الكلب بتاعنا ان شاء الله. معاك روشتة؟ اه اتفضل هي يا حضرتك. اه كشف باسم الكلب سوني. خير، بيشتكي من ايه ده؟ لا يا دكتور مش ده اللي عيان حضرتك. وايش عرفك انت؟ انت دكتور؟ ده عيان وحالته متاخره كمان. ايوه حضرتك انا واثق ان حالته متاخره، بس ده ان شاء الله هيحتاج علاج طويل او حالته ميؤوس منها خالص، لكن اللي معايا ده هو اللي حالته ممكن يبقى فيها امل اهو. اتفرج حضرتك. ياه ده حالته صعبه خالص. طمنا يا دكتور، عنده ايه بالظبط حضرتك؟ للاسف الكلب عنده كرومبولي على المخ، واحتمال نعمل له عمليه نقل مخ. نقل مخ؟ لا بقول لك ايه يا دوله بقى، ما تقعدش تبص لي يا عم، انا مخي بقى مش هيتنقل لحته تانية يا دوله، انا مش ناقص. وبعدين يا دوله انا سمعت ان نقل الاعضاء حرام. لا يلا، نقل الاعضاء لما بيكونوا في نادي ولا حاجه هو ده اللي غلط، لكن نقل الاعضاء من حيوان لحيوان ده عادي يا ابني. طب بص يا دوله، ايه رايك ننقل مخ القطه دي للكلب ده؟ لا ساعتها يبقى كلب مقطقط. غلط غلط. لا يا دوله، ما ساعتها برضه هيبقى مخ الكلب ده في القطه دي. ساعتها هتبقى قطه بنت كلب. لا لا ما ينفعش ما ينفعش، انت مخك ناخده ننقله الكلب ونخلص بقى. طب وهيبقى ايه بقى ساعتها؟ هيبقى كلب مخه جزمه. ايه رايك؟ من الواضح ان الكلب تعرض لضغوط نفسيه شديده الشده، اثرت على عقليته الباطنه، وطبعا اثرت على وظايفه الحيويه اللي بالتالي هي الكلاوي والكبده والمخ. يا سلام، كلاوي وكبده ومخ، جوعتنا والله يا دكتور. للاسف الكلب جاله شلل دماغي تام وفقد القدره على الهوهوة. اختصر يا دكتور ديل وقول ان هو مات يعني. لا لسه في امل، بس انا عايز اسالك سؤال، الكلب ده كان قاعد مع مين اليومين اللي فاتوا؟
هف ايه هف ايه، كان قاعد مع ده حضرتك يعني. انا عارف طبعا ان رمزي من سلاله تانيه، بس ما كانش قدامي غير ان انا قاعد اتنين مع بعض. طب انت بقى دولة بقى ليه ما قلتش للدكتور دي على الاضطهاد اللي انت بتتهدوني دول، ومدي اجر للكلب دول قد الاجر بتاعي. النفسانه ابتدت تظهر. عموما انت مشكلتك النفسيه دي هنعالجها بعدين، نبقى نقطع لك كشف ونجيبك للدكتور ديل. النهارده احنا في مشكله القلب. اقعد. الحل ايه يا دكتور؟ الحل ان الكلب ده اتعامل ما خبيط يا رسام. بس مش افتكرتها. سالم حوش صاحبك عني. سالم صاحبك جنني. سالم انت هو في ايه؟ الناس هتاخد بالها. الناس هتاخد بالها يا غبي يا غبي. احنا لسه ما تعرفناش بحضرتك. انا ابن عمك الحاج جيه، الحاج جمال يعني، الشهير بالراجل التاني. وانا عين عادل يعني، الشهير بدولة. وانا ره رمزي يعني، الشهير بالجزمة. حضرتك احنا جبنا الفلوس وجبنا الباسبورات وعايزين نعرف ايه اللي هيحصل بالظبط. انا دلوقتي هاخد منكم الفلوس على بركة الله. هات الفلوس يا ابني بس بالراحة من غير ما حد ياخد باله. بالراحة. حاضر، هات الفلوس يا رمزي بالراحة. ها دولة. اتفضل. ايه دولة؟ حد خد باله؟ حد خد باله؟ انت اللي هتخليهم ياخدوا باله. سرعة سرعة. من غير ما حد ياخد باله، من غير ما حد ياخد باله. اتفضل. ايدكم معانا يا جماعة والنبي. اتفضل. من غير ما حد ياخد باله. حد خد باله؟ عيب، احنا شغلنا مية مية، ما تقلقش. المهم عامل ايه؟ عامل لي عشان محدش ياخد باله. يا كده هتخلي ياخد باله ويقول حضرتك هنعمل ايه بالظبط وهنسافر امتى وازاي؟ انتوا دلوقتي ما دام دفعتوا الفلوس يبقى انتوا مؤهلين ان انتوا تقابلوا الراجل الكبير الزعيم يعني. زعيم؟ هو في لسه زعيم؟ هو مش انت اخر حد هنقابله ولا ايه؟ لا، انا شغلتي ديليفري، عليا توصيل الجوازات والفلوس للزعيم. يا ابني احنا جماعه منظمه جدا، يعني تقدر تقول علينا مافيا. لا حضرتك واضح عليك ان انت مافيا مافيا مافيا. وحضرتك يعني، طب احنا كده اهو هنسافر امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله بكره الصبح هتقابلوا الزعيم عند الحاج سين، الحاج سالم يعني. سلام، جهزوا نفسكم للسفر خلال يومين. سلام. ماشي. سلام سلام سلام. اموت انا في جو الحصابات دي. ايه محافظين على الاسرار وطول الوقت وانت اتشخر ايه؟ لا اسف الناس، اصل ايه دول عصابه؟ ايه شغلها على ميه بيضة؟ انا صراحه اطمنت ما شفت الراجل ده بجد يعني. الحاج جي ده هايل. الله يا دول امك ده عيالك يا دول. مالكش دعوه، يلا بينا. يلا دول. يا فاضل يومين واسافر مصر، هتوحشني قوي يا رمزي. مش هتوحشني ولا حاجه، مش هتوحشني. يلا امشي امشي قدام. انت ما بتعرفش تعوم؟ لا، ما يا مرات عم ان شاء الله هنشتري عوامات واحنا ماشيين. فين رانيا يا عادل؟ مش معقول، اكيد 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 هي مش قادره تستحمل لحظه الوداعات بتاعتك. وداعاتي بس يا حماتي، واحده جوزها مسافر، وضع طبيعي انها تودعه يعني. يا رانيا يا رانيا. لا ايه يا رانيا؟ ايه بس؟ خايفة 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 عادل، خايفة تسافر ايطاليا وبعدين تبص على واحدة ايطالية شعرها اصفر ضاربها السلك حيث ان انا عملت شعري اسود يعني. بس ما تقلقش ارجعه لك زي ما كان. انا عارفاك عارفاك يا عادل، عينك زايغة وقلبك مفعوص كده بيجري على اي حاجة. ايوه فعلا انا عينيا زايغة صح؟ خلاص خلاص يا بيبي مسافر، صرحني عادل. مش انا اللي هرد عليكي، شادية هي اللي هترد عليكي. مسافر. ها شفتي؟ خلاص بقى على موبايلات بقى، طمني عليك. لا موبايلات ايه، هبعت لك جوابات ارخص. انا طول عمرك كده يا حبيبي مسرف. طب يا جماعه مش عارف اقول لكم ايه. الوداع الوداع يا اسره. الوداع يا اسره. مع السلامه يا عادل. اخويا اخويا الوحيد، عايش من غيرك ازاي يا عادل؟ سناء اختي، سناء اختي، ما تعمليش نفسك كده يا سناء. ما تنساش الهدوم اللي قلت لك عليها، انا عايزه شنطه ونص ليا. يلا بنت يلا بنت. عادل جوز بنتي يا حبيبي وحيدي. ايوه حماتي يا حبيبتي، اهلا وسهلا. مش هنسى البرفانات طبعا، ما تبطلوا الحركات، تخشوا على طول. ميرسي ميرسي يا جماعه.
السلام عليكم. باي باي يا عادل. باي باي يا عادل. باي باي. يلا. ايه كهربتي ولا ايه؟ بقول لك ايه، هو اليورو دلوقتي بقى بكام؟ مش اما اوصل هناك الاول يا رانيا واعرف اليورو بقى بكام. اوصل بس يا ماما. يو بقى دول، بص انا هروح بقى اجيب الاوتوبيس لحد هنا، ما تخلصونا يا جماعه عشان تقيله بقى على ايدي. يلا يلا. ابي عادل اوعى اول ما توصل تنسى تبعت لي اللابتوب اللي اتفقت معاك عليه. ها حاضر. وانا كمان يا بابا ما تنساش اللعب بتاعتي. حاضر يا ياسمين. يلا باي باي، سلام عليكم. سلام يا ابني، قلبي دعي لك يا حبيبي، مع الف سلامه. مع السلامه يا ماما، مع السلامه. يلا يا رمزي بقى نطلع على اوروبا بقى. ايه ده دول، انت مش قلت ايطاليا؟ يا انا ما اوروبا جوه ايطاليا يا اهبل يا اهبل. باي باي يا عادل. باي باي يا عادل. ما تنساش حاجاتنا يا عادل. لابتوب يا ابي. باي. واللعبات يا بابا. والبرفانات. باي باي. دول احنا بقى دلوقتي بقينا في ايطاليا. ايطاليا ايه يا اهبل، احنا لسه في ليبيا، بعد خمس دقايق هيجوا ياخدونا يودونا بقى على ايطاليا بالمركب على طول. يلا والله امك دعي لك يا دول. مالكش دعوه، مالكش خمس دقايق ايه يا استاذ، احنا بقالنا هنا اربع شهور في الاوضه المعفنه دي، ده احنا نفسنا نتمسك ونترحل على الاقل نرتاح من المرمطه اللي احنا فيها دي. تتمسك؟ ما في حد يتحرك، انتوا مجهود عليكم، هات ترحلوا. احنا ما لحقناش، بقالناش خمس دقايق. معلش بقى دول، هناخد راحتنا بقى في ايطاليا. انت فكرك البوليس هيودينا ايطاليا يا اهبل؟ هيرحلونا على مصر يا عبيط. حاضر سيادتك، امسكوا ده انت نبوز اخ. لا 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 كده حاجه تقلق، عادل بقاله شهر ما سالش من ساعه ما مشي، ولا اتصل ولا حتى رن على الموبايل عشان يطمني. اه يا حبيبي يا ابني، انا قلبي واكلني عليه. يو يو يو، ما تقلقوش كده بقى، انا بقى حاسه ان هو مستني لما يلاقي شغل ويكلمنا ويقول لنا انه وصل بالسلامه ولا شغل. ويكلمنا وصل بالسلامه ولا كل همك في البرفانات؟ انا مش عارفه ايه اللي خلاه يقبل الموضوع ليبيا ده، مش قادره افهمه. لو كنا نعرف بس الراجل اللي جاب له السفر ده كنا عرفنا اخباره ايه. يا اخوانا من فضلكم بصوا، انتوا امشوا ورا احساسي، انا احساسي بيقول ان هو مستني لما يلاقي شغل ويكلمنا ويقول لنا يا اخوانا انا مسكت الشغل خلاص. شفتوا بقى، ده عادل عشان تعرفوا انا احساسي رهيفه قد ايه، ده اكيد عادل. الو عادل. عادل حبيبي، ازيك يا حبيبي، وحشتني قوي، اخس عليك كل ده، ما تطمنيش عليك. ايه انت فين؟ في الاسم؟ اسم بتعمل ايه يا عادل في الاسم اللي عملته؟ طيب 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 خلاص يا عادل اهدى، انا جايلك دلوقتي. باي 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 باي. ايه يا رانيا، في ايه؟ مسكوه في ايطاليا؟ لا يا انتي، ده هو اساسا ما وصلش ايطاليا، ده هو اساسا اتمسك في ليبيا ورحلوه، وهو دلوقتي في الاسم هنا في مصر وعايزني اروح اضمنه. ازاي ده حصل؟ حبيبي يا ابني، ازاي حصل كده؟ زي نفسك، واسالي احساسك المرعب العالي اللي حاسه بيه قوي. شو انت احساسك ده ولا رجعه؟ انا لازم اروح دلوقتي. هروح معاكي. اسكت بقى اسكت بقى، انت اللي لاحسني وهتبوظ لهم كنبه. الكنبه بتاعت الحكومه يا ابني، كنبه الحكومه. جمل يا دي اسكت، يا انا مش كفايه الشنط اللي انت ضيعتها يا غبي. وحشوني والله العظيم، وحشوني. رانيا جبتوا البطايق ولا يرجعونا ليبيا تاني؟ يا حبيبي ايه اللي جرالك وبهدلك البهدله دي؟ اتمرمطنا يا رانيا، رجعونا من ليبيا مترحلين، بقالنا شهر الغبي ده مش فاهم يعني ايه مترحلين، فاخرنا في الترحيل. انا عليك يا حبيبي، بهدلوك 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 يا حبيبي. يا رانيا جبت عيش وحلاوه علشان هموت من الجوع يا رانيا. مين جراف؟ رانيا انت قصدك ما عرفتيش اللي حصل لنا، احنا اتبهدلنا، اتضحك علينا اتضحك علينا. يا موكوس يا موكوس، مش عارف توصل لغايه ايطاليا، لما جينا طالع البرفانات ولا انا طالني الهدوم المستورد، مش عارف توصل لغايه ايطاليا. يعني مش همك غير شويه الهدوم والبرفانات؟ ده انا اتمرمطت، ده انا كان نفسي والله اجيب لكم هدوم من روما، بس اللي حصل ايه؟ اللي حصل اني مش هقدر اجيب لكم حتى هدوم من العتبه. طيب يا حبيبي، على قد ما انا متضايقه من اللي جرالك والبهدله اللي شفتها، على قد ما انا مبسوطه انك رجعت لي، بالف سلامه يا قلبي. الله يسلمك. الله يسلمك. يا رانيا رانيا، اهم حاجه يا رانيا، الشريط لسه عندك؟ شريط ايه بيه؟ الشريط اللي هو بتاع شادي، اللي هو خلاص مش مسافر، والختمه ما مسافر، وبضربه بالجزمه لو سافر عندي. انكل رمزي فين ابوك يا بت؟ استاذ عادل، كنت عاوزك في موضوع. ايه اللي جابك هنا اصلا؟ يلا يلا، انا ايه ليا اسم تندهلي بيه؟ ليك اسم وكمان عرفت اسمك، فاضل بقى كمان تكون عرفت سنك.
في اكتوبر اللي جاي ان شاء الله هتم 27 سنة. اكتوبر. وانت عارف اكتوبر ده اساسا اللي قالك عليه يعني قالك ده شهر ولا كوبري؟ شهر يا عادل، وبالأمارة بيجي بعد رمضان. ما هو ده يا عادل عيد اكتوبر المبارك. طب اقعد يا رمزي اقعد عشان مش قاعد. طول ما انا في بيت الراجل ده هو انا مش هقعد، علشان لو قعدت يبقى هتنازل عن حقوقي. ما انت طول عمرك قاعد واكل شارب نايم يا عويل، وبعدين وهنتحايل عليك عشان تقعد ان شاء الله وعمك ما قعد. اطلع بره يا جماعه، استهدوا بالله كده هو انا جاي اتفاهم بشكل ودني. ودنك زي ودنك عمر بالظبط، يعني انت جاي فرحان بودنك ولا ايه؟ في ايه يا هلا؟ مالك يا ماشي ماشي الشر يا ولاد انتوا اخوات، في ايه؟ والنبي يا حاج انعام خليكي في الملوخيه اللي انت بتقرطفيها دي. ده انا ارطف ودنك، ارطف ودنك، ترك ترك ودن ودن. الا ماما يا قليل، يا الا ماما يا قليل الادب. اهدي اهدي يا ماما. اهدي يا سناء، عايز ايه يا رمزي؟ يا انت بتتريق على طشه ملوخيتي؟ طب انا كنت هديك طبق، لكن عشان قله ادبك دي ولا لقمه هتاكلها. انا الحمد لله مش مستني احسان من حليتك. ارطافي 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 ولا لا، ده كده زادت عن حدها. كل يخش جوه كل يخش جوه زبون، انا اتصرف معاه بقى. بيبي ما تستخدمش معاه العنف، الواد ده الواد ده 13 وبس. انا هتصرف، هستخدم معاه طريقه ترويض الجحش. طيب يا رمزي خش جوه، كل جوه كل جوه كل جوه كل جوه. على اساس ان انت واحده منهم ولا ايه؟ تعالى هنا. بقول لك ايه يا استاذ عادل، ما تمدش ايدك، انا عارف كل حقوقي. حقوقك طبعا. ما تمدش ايدك. ايه هلا في ايه؟ عايز حقي. عايز حقي؟ ده كده مش رمزي، كده هاني رمزي. بص بقى، ولا هاني رمزي ولا سهير رمزي، ما تنسنيش بقى وتلخبطني الاسم اللي طول عمري بحفظه. الله الله الله، ده القوالب نامت والانصاص قامت، القطه كلت عيالها ولا في ايه ده رمزي؟ بقول لك ايه، ما تقاطعنيش وانا بتكلم. لا ده انا مش هقاطعك، ده انا هقطعك يا هقطعك. في ايه ده رمزي؟ يا ماشي، انا هروح بقى اشتكيك لنقابه المعلمين. ده على اساس ان انا المعلم بتاعك؟ ماشي اشتكينا يا رمزي. هشتكيك ماشي. اشتكينا غور يا ده رمزي. وهقول لهم على دي كمان على فكره. هتقول على دي؟ طب قول لهم بقى كمان على ده. ماشي ماشي ماشي. استنى ايه هتكتب؟ هكتب. وعدد واحد قلم؟ واحد قلم. ميل وسجينة واد عم، ميل وسجينة شباكنا ستاين وحرير. ايه الزفت اللي انت بتعمله ده على الصبح؟ صباح الفل يا رانيا. بص انا قلت بقى دولا مش موجود، ففرصه اخد هدومي في امين. ما تقلقش تغسلوا لك يا رانيا. شيل الهباب اللي انت بتهببه ده يا قرف، واعمل حسابك من النهارده وطالع انا هنا زي عادل بالظبط. خلي بالك بقى من رجلك، الغربال الجديد له شده برضه. شفتش قاعد في بازار؟ فعلا يا رانيا، يعني هي لو كانت غساله كانت تبقى ارحم. بص يا رمزي. استاذ رمزي لو سمحت. انا من خلال دراستي لحالتك اشك بل اكاد اجزم ان انت عندك انفصال او انسلاخ في الشخصية. ربنا يحفظك. الاقي عندك تمثال امون رعب؟ والله يعني للأسف كان عندنا وخلص. طب ولا تمثال حورس؟ والله يعني للأسف ما كانش عندنا وخلص. ايه ده؟ شغالين ازاي؟ فين صاحب المكان؟ والله يعني هو انكسر وخلص. بص يا خلص. استاذ خلص لو سمحتي. من خلال فهمي للمشكله توصلت للحل، وهي انك تمسك ورقه وقلم وتلف على البازارات اللي حوالينا تشوف في ايه هناك مش موجود عندنا وتكتبه. بس ايه؟ اوعى حد ياخد باله منك. يعني كده هو انا اكتب وانا مش واخد بالي ان الورقه معايا مخبيه ورا ظهري؟ يعني اعمل اللي انت عايزه يا رمزي، بس المهم الورقه دي تكون عندي النهارده. ايوه رانيا، بس دول لو شافونا هيموتوني. يا اخي يا ريت ابقى كده وصلت لاول خطوه لاصلاح البازار ده. حد اتكلم النهارده؟ الحاج خفرع. ومين الحاج خفرع؟ ده تاجر من تجار التماثيل، بس ايه يعتبر صنم في المجال ده. طب هو عايز ايه؟ كان بيسال يعني على البضاعه اللي هو كان عايزها مننا. طبعا مفيش بضاعه، لان هي دي مشكله. لا يا رانيا، المشاكل كلها عند المعلم خلفاوي. ليه هو المعلم خلفاوي عايز مننا تماثيل؟ لا احنا خدنا منه تماثيل وما ادينا لهوش الفلوس عشان احنا ناس ما عندهاش دم. فلوسنا فين؟ احنا بقى فلوسنا عند ناس تانيه ما عندهمش دم غيرنا. يعني احنا ما عندناش دم وهم ما عندهمش دم. انا كده بقى عرفت المشكله فين. ماما جت، ماما جت، وحشتيني يا ماما، وحشتيني يا ماما. روح ماما قلب ماما، وحشتيني موت. مساء الخير يا جماعه. مساء النور. ها
ايه يا رانيا، ايه الاخبار؟ جبتي لي الحاجات اللي انا طلبتها منك؟ اوه يا عادل نسيت، معلش. انت عارف زحمه الشغل يا حبيبي، طمني عليك، رجلك عامله ايه؟ الحمد لله، هو قاعد زي اي ست بيت شاطره بيتنقي الرز عادي جدا. حشتيني يا حبيبتي، هو شداي ام اوكي يا مامي. انت عارفه بنتك بقى وقدراتها، انا عايزه اثبت لعادل ان وراه ست تاكل الزلط. اهو يا حبيبتي الزلط مجهزه لك لوحده اهو، تاكليه براحتك يعني. طب يا حبيبي اخش اغير انا بقى. حماتي حبيبتي لو سمحتي، من فضل حضرتك انا عايزه بعد كده اجي من الشغل الاقي الاكل جاهز على السفره، لان انا بتعب يا جماعه، بتعب فعلا. رعوني رعوني، الله يخليكم، بتعب. اوف، وادي الرز وادي الزلط، مش حب، مش عايز اكل رز. رانيا، هو انت مش هتخرجيني النهارده زي ما وعدتيني يا حبيبتي ولا ايه؟ والنبي عادل يا حبيبي سيبني في اللي انا فيه. طب جبتيلي كريم الشعر اللي قلت لك عايزه؟ يا عادل انا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ وانت بتعملي ايه بالورقه اللي معاكي دي؟ برتب شويه افكار هتخلي البازار ده بازار الاحلام. انا حاسس انه هيبقى كابوس الاحلام. انا تشوفي يا حبيبي افكاري هتوصلك لايه؟ انت محسساني ان هرجع لاقي متحف. بص يا عادل، انا مؤمنه بحكمه بتقول ان اللي بيقول ما بيعملش واللي بيعمل ما بيقولش، وانا مش بقول علشان انا لسه بعمل ولسه ما عملتش ومش هقول غير لما اعمل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هي دي حكمه ولا فزوره؟ ماما ماما بقول لك ايه، عايزه مصروفي. ايه ده يا ياسمين يا جميله، معقوله هتاخدي مصروفك من ماما وبابا موجود؟ هاتي لي البوك، قصدي هاتي لي المحفظه. هو انت خدت مصروف من ماما؟ عاجبك كده يا رانيا؟ شايفه الكلام اللي ياسمين بتقوله؟ خدي يا ياسمين، خدي حبيبتي، يلا يا ستي. رانيا انا لسه ما خدتش. خدي يا ياسمين، ادي لبابي. انا خدت قبل. عادل عادل عادل، في واحد بره عايزك، اسمه خوفو. اسمه المعلم خفرع. خوفو خفرع اهرامات وخلاص. طيب بدل ما توقف الراجل بره خليه يدخل ويقعد في الصاله واعملي له حاجه، بدل ما انت واقفه زي ابو الهول كده. ايه ابو الهول؟ طب بس افك الجبس واقوملك. اهلا 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 يا معلم خفرع. اهلا 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 يا حبيبي يا اعز واعرق صديق ليا. ربنا يخليك. ازيك يا عادل؟ الله يسلمك، اتفضل اتفضل. الف سلامه. والله يعني تعبت نفسك بزيارتك لينا دي، يعني مش معقوله يعني. لا والله انا اول ما عرفت اللي حصل ده فرحت، قصدي زعلت، وقلت واجب اني اجي ازورك واقعد اطمن عليك ساعتين ثلاثه خمسه سته عشره زي ما انت عايز. يا نهار ابيض، يعني واضح ان حضرتك فاضي يعني يا حاج. يعني هو فعلا يا بخت من زار وخفف، لكن حضرتك هتقعد معايا 10 ساعات ايه على ما تخلص البرتقال اللي انت جايبه؟ برتقال؟ ده تفاح، تفاح امريكاني. تفاح امريكاني. ده تلاقي فيه بوش بقى. ايه بوش؟ يبوشك في الفلوق ب 15 جنيه الكيلو، ولما تروح بعد ما تشتريه ما تلاقوش تفاح، تلاقي زي ما انت قلت برتقال. عموما يعني متشكرين جدا والله يا حاج خفرع، مش عارف يعني انه ردها لك ان شاء الله في الافراح. لا لا مش عايزك تردها لي، استنى بس لما تشوف انا جايب لك ايه تاني. ايه جايب لك؟ معايا احلى هديه، هديه 100 100. ايه ده، تمثال رجله مكسوره؟ بالمناسبه هو رجله مكسوره وانت رجلك مكسوره، يبقى الرجلين مكسورين. نردها لك ان شاء الله واجيب لك تمثال رقبته مكسوره. فكرتني بالواد ابني الشقي، دايما بيكسر رقبتي. راح اتجوز من ورا مني، اتجوز واحده رقاصه، وجارته اتجوزها كده، لا عرفي كمان. اتجوزها عرفي؟ انا نسيت صحيح يا معلم اعرفك بالمدام، رانيا مراتي، بس متجوزها على سنه الله ورسوله، مش عرفي ولا حاجه. الحمد لله. اهلا يا معلم، نورتنا وشرفتنا. لا لا انا بشرف بس، انما النور منك انت، انت اللي نورتين. ما قلتليش اخبار التماثيل اللي انا طلبتها منك ايه؟ موجوده ومركونه عندي بقى لها فتره طويله، لدرجه انها ادمت قوي، يعني بانت انها اثريه بحقه حقيقي. بس بيني وبينك يا استاذ عادل، انت مش عاجبني،
في شغلك اليومين دول مش عاجبني. ما هو ده راجع حضرتك للأسلوب التقليدي السريالي اللي بيتعامل بيها عادل مع إدارة الشغل. أيوه أنا عايزاني أعمل إيه يعني؟ أجيب الزباين بمطوة من قدام باب البزارة أخليهم يشتروا بالعافية؟ أنا رأيي إن إحنا نواجه تحديات السوق بإن إحنا نطور من نفسنا عشان نبين تفردنا في السوق. ولو إني مش فاهم حاجة من اللي قلتيه، إنما كلامك مية مية يبقى مظبوط. أحدي حضرتك مثل، إيه رأيك مثلاً وإحنا بنبيع أي تمثال ننزل معاه دفتر عناوين وأرقام تليفونات شركة السياحة والطيران والفنادق، وفي نفس الوقت كمان عنوان البازار والحاجات اللي موجودة فيها أزا دعاية يعني للبازار. ربنا يخليك ويبارك فيك، كده مية مية، هي الطريقة دي اللي هنمشي بيها كل الحكاية. هو إيه اللي مية مية؟ طب ما بالمرة بقى نعمل إمسكيات تتوزع في رمضان. سلام، بصراحة أنت معاك ست ولا كل الامسكيات، قصدي ولا كل الستات. لا وانت السادي، انا عندي ست ستات. لا ده انا هقول لحضرتك بقى على فكرة انما ايه هايلة. ايه رأي حضرتك ان احنا نتفق مع شركات السياحة انها تنزل عندنا الافواك مقابل كوميشن هياخدوه من الارباح؟ لا شايفة راجل فعلا ما يجيبها الا ستاتها. ميل وسجينة واد عم ميل وسجينة شباكنا ستاين وحرير. ايه الزفت اللي انت بتعمله ده على الصبح؟ صباح الفل يا رانيا. بصي انا قلت بقى دولة مش موجود ففرصة اخد هدومي في امين، ما تقلعيش اياك تغسلولك يا رانيا. شيل الهباب اللي انت بتهببه ده يا قرف، واعمل حسابك من النهاردة وطالع انا هنا زي عادل بالظبط. خلي بالك بقى من رجلك، الغربال الجديد له شده برضه. شفت قاعد في بازار؟ فعلا يا رانيا، يعني هي لو كانت غساله كانت تبقى ارحم. بص يا رمزي، استاذ رمزي لو سمحتي، انا من خلال دراستي لحالتك اشك بل اكاد اجزم ان انت عندك انفصال او انسلاخ في الشخصيه. ربنا يحفظك. الاقي عندك تمثال او منظر؟ والله يعني للاسف كان عندنا وخلص. طب ولا تمثال حورس؟ والله يعني للاسف ما كانش عندنا وخلص. ايه ده؟ شغالين ازاي؟ فين صاحب المكان؟ والله يعني هو انكسر وخلص. بص يا خلص، استاذ خلص لو سمحتي. من خلال فهمي للمشكله توصلت للحل، وهي انك تمسك ورقه وقلم وتلف على البازارات اللي حوالينا تشوف في ايه هناك مش موجود عندنا وتكتبه. بس ايه؟ اوعى حد ياخد باله منك. يعني كده هو انا اكتب وانا مش واخد بالي ان الورقه معايا مخبيه ورا ظهري. يعني اعمل اللي انت عايزه يا رمزي، بس المهم الورقه دي تكون عندي النهارده. ايوه رانيا، بس دول لو شافوني هيموتوني. يا اخي يا ريت ابقى كده وصلت لاول خطوه لاصلاح البازار ده. حد اتكلم النهارده؟ الحاج خفرع. ومين الحاج خفرع ده؟ تاجر من تجار التماثيل، بس ايه يعتبر صنم في المجال ده. طب هو عايز ايه؟ كان بيسال يعني على البضاعه اللي هو كان عايزها مننا. طبعا مفيش بضاعه لان هي دي مشكله. لا يا رانيا، المشاكل كلها عند المعلم خلفاوي. ليه هو المعلم خلفاوي عايز مننا تماثيل؟ لا احنا خدنا منه تماثيل وما ادينا لهوش الفلوس عشان احنا ناس ما عندهاش دم. احنا بقى فلوسنا عند ناس تانية ما عندهمش دم غيرنا. يعني احنا ما عندناش دم وهم ما عندهمش دم. انا كده بقى عرفت المشكله فين. ايوه بيكي، ايوه طبعا بكره الاوبن دي بتاعي. ايوه يا بنتي ايوه. لا ما جبتش من هنا. لا طبعا انا رحت سافرت، رحت فرنسا ورحت تركيا ورحت لبنان. قصدها تقول انها راحت ميدان لبنان، ميدان لبنان وسوق غزه وجابت الاكسسوارات من ارض اللواء. حد بليز ما تفشيش اسرار الشغل بتاعتي. قصدك اسرار النصب يعني؟ انتوا فاكرين ان حد هيشتري منكم الهلايل دي؟ بس اي حبيبتي. لا بصي، لا انا هقولك، انا جبت الجينز وجبت شوفونير وجوبلان وجابت عادة الكلب وجابت دمور وجابت لفتة. يا بيكي بليز ما تنسيش تيجي بكرة. اوكي يلا حبيبتي، باي باي باي. رانيا بطلوا النصب اللي انتوا بتعملوه ده، هو في حد هيشتري الزبالة اللي انتوا شارينها دي اصلا؟ ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهنكبر. نكبري ايه يا ماما؟ اي كلام بتقولي وانت واقفه على العربيه كبده. طب خلي بالك بقى عشان الطحينه خلصت. يا جماعه احنا نسينا نحط البرايس ليست بتاعت الحاجات اللي هتتشرب. البرايس ليست؟ بصي يا حماتي، انا رايي انك انت تطوري برضو المشروع بتاع المشروبات ده وتضيفي ليه مشروع تاني بتاع الاكل. يعني مثلا ممكن تجيبي قد 10 ترغيفه عيش فينو مع ربع لانشون مع ربع بسطرمه عشان بقى تكسبي اكتر يعني. ولا يهمك يا ماجي، تموينك علي انا، واذا كنت تحب مميرفت تخش معاكي بالنص انا مستعد اكلمها لك. انا من رايي يا اخوانا بلاش مميرفت، لان مميرفت مثلا ممكن تخنصر من السكر وتديه لجوزها عشان يبيعه في القهوه.
ماشي عادي ماشي، بكره هتزري في الدموع لما تلاقي فلوس بتجري ورانا. يا سلام فلوس بتجري وراكم، بتلعب معاكم السغميه واستخبى الفلوس في الخزنه وانتوا تحطوا دور عليها وتقولوا فين الجنيه ونص. ايوه 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 تبطل كده على النعمه لغايه ما تزول من وشك. هي فين؟ منورت. اتفضلي يا حبيبتي، ذوقي 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 عصير عصير عصير، عندي ليمون عندي عيش عندي عصير عندي بطاطس عصير عصير. ده ب 120 جنيه، ازاي انت عايز تاخديه ب 100؟ اديني عقلك يعني، هو مكسبه اساسا 10 جنيه بس، عايزاني اخسر؟ يعني ينفعك ان انا اخسر؟ هتستفيدي ايه لما انا اخسر؟ بصي كويس كده على الماتيريال، بصي اوكي هاتي. كلو 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 عصير عصير عصير. وده بقى نفس ستيل فستان ملكه البرتغال السابقه لانشار افرودات اللي لبسته في حنه ابنها الصغير جورج. على فكره ما كانتش راضيه انها تجوزه، البنت دي كانت عايزه تديه لبنت خاله اللي هي الكونتيسه سرايا عبد الرب. مش ممكن، ده هايل. هي كانت ماسكه انهي ولايه؟ كانت ماسكه ولايه الكيت كات. هو ده شني خالص، انا اشتريته خلاص ب 500 جنيه. اوكي شيبس 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 عصير عصير شاي وشري شاي فتله شاي مخرز. ادفع كتير تكسب قليل، مين عايز بسكوت؟ مين عايز عصير؟ مين عايز شيب؟ مين عايز شاي؟ مين عايز عصير؟ مين عايز عصير؟ بصي بقى دي بيجامة الملكة فرفورة اللي كانت بتلبسها في أوضة نومها. واو فانتاستيك. دي اما كانت قاعدة بقى في بيت الطالبات اللي في هولندا اللي عند المفارق. اوه فرفورة. وحضرتك كمان الفرشة اللي هنا دي هتلاقي البنطلون الاستريتش اللي كانت بتلبسه الأميرة نيستو لما كانت بتحضر الفرح بتاع ابن خالتها اللي هو الأمير رومي الخامس. اوه انا شو سمعت الاسم ده قبل كده؟ اكيد طبعا سمعتيه في اي سوبر ماركت، نيستو رومي. معادل لو سمحت ما تبوظيش الشغل بتاعي. معايا جبنة نيستو، معايا جبنة رومي، معايا بطيخ، معايا كل حاجات. الله الله يا مدام الله، بدستمك ما حصلش، بدستمك ما حصلش. يا اف اف على جماله، بصي ماسك بالظبط. يا نهار ابيض حاجه منك حته، بس مش شايفاه ضيق نمره؟ هو ضيق نمره فعلا لو حضرتك هتلبسيه في دماغك. يعني حضرتك مين؟ لا مفيش حضرتك، ده انا معدي هنا في الشارع بالصدفه. يعني هو ده مش شارع عادل سعيد ولا ايه؟ معانا بطيخ، معانا كوسه، معانا قار، معانا بسكوت. لا يا ست متشكرين، معكيش فسيخ، انا هخش اريح شويه بقى. مش تقولوا ان انتوا حولتوا الاوضه دي لبروفا؟ جايبين كلب هنا في البيت وانا هصرف عليك ولا على الكلب؟ جايبين كلب اعمل بيه ايه؟ بيعادل معاه شويه عادل. ده لعبه. سلام. ادي 1 2 5 1 2 3 4 5006. على فكره انتوا فاهمين الغنى غلط خالص، يعني لابسين شتوي على صيفي الاربع مواسم مع برانيت، شايفين شمس ماشيه في الشقه هنا. صاحب القش لذيذ يا حبيبي. مش احسن ما ابقى مفلس؟ انتي انا ليا مع حضرتك فلوس قد ايه؟ 3000 جنيه يا حبيبتي. او نو بس ارجوكي يا رانيا ما تتخضيش، ما تغضبيش، ما تزعليش. هنعمل ايه النهارده؟ اشتغلنا ساعتين بس وباقي اليوم قضيناه في الجرد. يا جماعه انا جعان انا جعان، سيبوكوا بقى من عد الفلوس والكلام الفارغ ده، ما حدش هيحضر لي عشاء ولا ايه؟ ايدي دو ايدي دو عشاء ازاي؟ لا يمكن. اسمع، لا لا رانيا بليز حبيبتي قومي اعملي له لقماتوس عشان ياكل. لقماتوس ايه؟ وانا بتاع لقماتوس؟ انا عايز اكل رز، عايز اكل خضار، عايز اكل لغوصه ولحمه وسلطه ومخلل البلدي. انت متاكد ان هو ده طلبك بس؟ هو ده طلبي، هو ده يبقى يعتبر بس. ايوه يعني هيجيله بكام يعني؟ ما اعرفش هو ايه اللي يجيله بكام.
انتي من فضلك اديله 100 جنيه علشان يخلصنا من الموضوع ده ويبطل يوجع دماغنا. اوف يا سلام، 100 جنيه اعمل بيها ايه؟ احطها في نص رغيف واكلها. اوكي نونو give me the phone please. اوكي هاني just a moment. اتفضلي. Thank you baby, thank you. 21145. الو مطعم عصفورة الجنة؟ عصفورة ايه وانا هاكل عصافير؟ ده انت لو جبت عش عصافير هيقعد يصوصف في بطني وخلاص مش هشبع. الو بليز حبيبتي منسي ربنا يخليكي، من فضلك عايزه 4 زوج حمام شقلبزات و4 جوز حمام داجل. من فضلك هاتيلي شاورمة فراخ باللحمه. اوكي شاورمة فراخ يا سلام. ده فاضل بقى حبه حبه يا ماما الاقيكي واقفه عند مكنه اكسبريسو. وانا اكل ايه؟ اكل ايه؟ أكل... بقول لك ايه، اطلبي لي فخدتين متبلين بالتومه. فخدتين بالتومه برضو الواطي هيفضل واطي. تموت انت بقى في الحلويات وفي الكرشه وفي الفشه والحاجات دي. اطلبي لي من فضلك واحد لانجوست مشوي مع صوص دي بور. لانجوس مشوي؟ لانجوس بصوص دي بور بكام؟ ب 1000 جنيه بس. توتال يعني كام؟ 1500. اوكي حبيبتي بليز ما تتاخريش. ثانك يو بيبي، باي باي. ميرسي يا قلبي. ويز ماي بليجر. ايه ده انتوا طلبتوا الاكل وما طلبتوش حلو؟ انا متعود اما اكل لازم احل، فين الحلو؟ اوف اجيب لك التليفون ماي ديار. لا حياتي ميرسي هكلم بالموبايل بتاعي. غايته. الو هاي محلات الحلو يحب الحلو لصاحبها محمد الحل. يبعت لنا اغنيه خفيفه كده عشان الواحد بقى ايه ما يتقلش. حبيبتي من فضلك لا كل اللي عندكم. كل ده هناكله. حبيبتي لو مش اكلناهوش انا هبيعه وهكسب منه فلوسات كتير. تبيعي ايه وتكسبي ايه وتقسمه ايه؟ يا جماعه الطلبات اللي انتوا طالبينها دي طلبات مبالغ فيها جدا، المفروض ان انا اللي ادفع يعني، فدي حاجات كتيرة قوي. فعادل حبيبي قلبي ما تقلقش نفسك، ما حدش طلب منك تدفع، احنا هندفع. تدفعوا ايه؟ انا راجل البيت، انا المفروض ادفع. هو انت معك فلوس؟ لا خلاص يبقى سيبنا احنا نعمل التصرفات دي، ملناش دعوه بيك. تصرفاتي يعني ما هو مفروض ان راجل البيت هو اللي بيدفع وانتوا ما ينفعش ادفع. بيبي بيبي يعني انت لو جه الاكل مش هتاكل؟ ها انت هتعمل فيها 7 رجاله ببعض واكل وبحلقه ما تدفع وخلاص. جيت بحياتي يا ما شفت زي الفرح فيه. ايه اللي انت عامله ده يالا؟ ايه اللي انت عامله ده؟ ايه اللي انت مشغله؟ يعني الزبون بدل ما يخش يشتري يخش يعيط؟ ايه يا دولا بقى الاغنيه دي؟ انا دولا اثرت فيا قوي يا دولا، كتاب حياتي ده ولا دولا؟ دي اغنيه جديده وحلوه قوي، انا حاسس ان هي معموله علشاني. هي ايه اللي معموله عشانك؟ وبعدين الاغنيه دي مش جديده، الاغنيه دي من قبل ما تتولد يا ابني، وفين هي حياتك دي اللي عاملين لها اغنيه؟ على فكره بقى دولا انا قصه حياتي دي بقى تنفع فيلم. تنفع فيلم اسمه غباء في غباء. دولا ايه رايك طب ما نخليه غباء ودماء علشان يبقى فيه رعب وجمهور كده. طب ما ايه رايك نسميه دماء في البازار واقوم اشلفطك دلوقتي. انا اسف يا دولا انا اسف. وفين كتاب حياتك اللي انت عمال تعيط عشانه ده؟ فن الزراعه القمح ايه؟ كان نفسك تطلع بليله يالا، تعال عايز. يخرب بيتك الممسحة اللي احنا بننظف فيها الارض بتبوظها بالدموع بتاعتك. انا اسف يا دولا انا اسف. هي انا دولا عايزني في ايه بقى يا عم؟ شكلك كده يا عم معاك منتج وعاملها لي مفاجأة صح يا دولا؟ انت مش محتاج منتج يا رمزي، انت محتاج ملجأ يا ابني، انا عايزك في حاجة تانية خالص. عايزني في حاجة تانية؟ يبقى اكيد مثلا عايز تشترك معايا في بطولة الفيلم. ماشي افكر يا دولا افكر. تفكر في ايه بس يا عم رمزي اباظة؟ بطولة فيلم ايه يا ابني؟ لا انا عايزك في موضوع يخصني انا. ايه يا دولا؟ انا رمزي داخل الانتخابات وعايزك تقف معايا. طب يا دولا مرشح نفسنا كمان يا دولا؟ يمكن. يمكن ايه؟ ترشح نفسك فين يالا؟ وفي حد عارفك غيري؟ وبعدين دي مش انتخابات، لا دي انتخابات عائليه، اللي هيفوز بيني وبين رانيا هو بقى هيبقى صاحب القرار في البيت. الله يا دولا الله، انا بموت بقى في جو الانتخابات يا دولا.
وعايزك بقى يا رمزي تبقى انت اللي هتتولى الحملة الدعائية بتاعتي. انا؟ الله، وانتخبوا مين دولة وحبيبكم مين دولة؟ انتخبوا مين دولة وحبيبكم مين؟ يا فرحتك فيا يا رانيا، يا فرحتك فيا. وهعمل لك بقى يا معلم زفة بقى في الشقة كده، زفة بلدي كده، عشان زفتي يا رانيا زفتي وانا اتجوز. بقول لك انتخابات، انت لا يعتمد عليك ابدا. انتخابات يالا انتخابات، زفت ايه؟ طيب انا اعمل ايه يعني؟ احنا عايزين نعمل خطة محكمة نسيطر بيها على اصوات البيت كله يالا. ايه رأيك يا دولة بقى احنا نعمل سطو مسلح ونقفل الصناديق بتاعت الانتخابات او نرميها في النيل؟ يا ده احنا طالعين نسطو على بنك يالا. لا، نسيطر على الاصوات اللي موجودة في البيت، يعني نخليهم كلهم يميلوا ليا، وخصوصا اصوات امها واختها الرخمة دي. ايوه دولة، انت بص تعمل زي النايب بتاع بلدنا دولة، تقول لهم انا لا ان انا يعني لو نجحت في الانتخابات دي يعني هعمل لكم عمرة. عمرة؟ والراجل النايب بتاعك ده كان بيطلع الناس عمرة فعلا؟ لا يا دولة، كان هو بيحج لوحده وبعدين بيرجع بقى يقول لنا انا دعيت لكم هناك وانا في الحج وكتبت لكم حجة. لا لا لا، ما ينفعش معهم الكلام ده، الناس دول مكرين يالا. طب يا دولة انت تهددهم يا دولة انك لو ما نجحتش في الانتخابات دي بقى هتزعل منهم، وعرفهم ان زعلك ده وحش ومش طايقهم يعني. ايه 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 تفكير العصابات ده يا ابني، ما اقتلهم احسن. لا 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 لا، ولا رمزي انت افشل مدير دعاية يمسك الانتخابات. يا دولة والله العظيم انا عايز مصلحتك يا دولة. انت عايز مصلحة السجون يا هلا. طيب قول لي بس هنعمل ايه بقى؟ بص احنا نوزع هدايا، نقول كلام حلو مش بالمطوى يالا، ونضربهم. انت في عرسه في بقك ولا ايه؟ الله يا دولة، الله على الدماغ الكبيرة يا دولة. هي دي الانتخابات يا دولة. المهم دلوقتي عرفت هنعمل ايه بالظبط؟ لا يا دولة، بس مش ده كله المهم يعني. المهم بقى امتى الانتخابات يا دولة؟ انا سخنت خلاص. الانتخابات كمان يومين يا لا رمزي، وبعدين انت كمان اللي هتفرز الاصوات وتعلن الفايز اللي هيكون انا طبعا. وكمان هفرز اصوات؟ لا 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 لا، بلاش بلاش تفرز الاصوات. لا يا دولة يعني، لا انا فرحان يعني. ايه الثقة دي يا دولة؟ والله إيه، انا بصراحة دولة انا بشكرك بشكرك بشكرك. شي يعني كل ما في الموضوع ان احنا مش لاقيين حد يفرز الاصوات غيرك يا سيدي. يا دولة ده انا بقى ابو الرماميز، هعمل لك شوية دعاية لوز. اهم حاجة بقى في الدعاية يا رمزي انك انت تعمل شوية يوفط تزغلل العين يالا. تزغلل العين؟ اه. اطمن يا دولة، هعمل لك بقى على كل يافطة مراية. فرحتك فيا يا رمزي، فرحتك فيا. ايوه. اخيرا شرفت. انت تاخرت، حرام عليك قوي، انت لسه فاكر انا هموت جوع؟ استني 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 استني، الفاكهه جبتها لك اهي وكله تمام. خدي اتفضلي 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 اتفضلي. استني 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 استني، ما تلمسيش الخشب ما تلمسيش الخشب، عشان ممكن لو لمست الخشب اجي انا المسه بعد كده اتعدي. اقول لك حاجه، استني خدي من الطبق كده على طول. ماشي ماشي اوكي. استني 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 استني، ما تاخديش من الطبق كده على طول، لان ممكن ايديكي تلمس الطبق فممكن تعدي. كل بقك على طول، كل بقك. لا انا عايز اعرف دلوقتي انا هاكل ازاي يا عادل، حرام عليك. عادي يا رانيا، كلي زي القطط ببقك كده. وانت عمرك شفت قطه بتمسك العنب بتحطه كده في بقها؟ لا، ببقك وانزلي. مش عارفه مش عارفه اكل زي القطط، حرام عليك يا عادل، موت. مش عايزه اكل يا عادل. خلاص خلاص خلاص، انا هاكلك انا بطريقه تانية. بصي هاكلك ايه ده، استني استني استني، ما تقلقيش ما تقلقيش، هاكلك بطريقه الحتف، واخده بالك؟ دي طريقه هايله ومضمونه، بس اهم حاجه ما تلمسيش اي حاجه بايديك. يلا المشمشايه دي هتدخل في بق مين؟ يلا المشمشايه المشمشايه، افتحي بقك افتحي بقك، يلا هوبا. ايه ده؟ طب ما تحتفلي بقى سوداني ولا موز بالمره. اجيب لك كل اللي انت عايزاه، الموز موجود والسوداني نبعت نجيبه، بس اهم حاجه ما تقربيش من هنا خالص يا رنا. عادل انا طاقيت، انا مش قادر استعمل يا جماعه، انا مش جربانه، حرام عليكم. انا زهقت من الحفظه اللي انا فيها دي. انا عدد واحد عشر رومانتيكي في مطعم فاخر، عدد واحد بلطصوف، عدد واحد عقد اصفر فازرق من على الفرشه، عدد واحد كتاب نايلون هيكلر. بابا عايزه ايه يا ياسمين؟ انا مش بثق فيك. ده انت سمعتينا بقى. ايوه ابو، عايزك تجيب لي البقى اللي انت وعدتني بيه. بصي يا ياسمين يا حبيبتي، بلاش 13 في الملطوش عشان ما بهدلكيش ولطوشك، ابعدي عني. لا بقى مش هبعد. اسمعنا ماما نقشت في المنقوش، وتدا انعام
نكرجت في المنكوش وتيتا مجيده بلفت في الملبوف. الملبوف يا نهار ابيض. لا طب ماشي اتفضلي حضرتك اتفضلي حضرتك التوشي في الملطوش. ايه طلباتك؟ وعدتني بعجله وما جبتهاش، وعدتني بلابتوب وما جبتوش، وعدتني بموبايل وبرضه ما جبتهوش. ده احنا كده عدينا مرحله اللطش في الملطوش ودخلنا على مرحله النفخ في المنفوخ. عشان الثقه ولا ايه؟ ماشي الثقه. طب ممكن يا ياسمين يا حبيبتي يعني نقسم حكايه الثقه دي؟ ممكن نقسطها يعني ايه؟ يعني الاول اجيب لك العجله ها عشان ما نبقاش بنتلف في المتلوف. ابوس ايدك يا دول لما توفيش بوعدك معايا. لا يا رمزي لا 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 انا وعدتك لازم اوفي بوعدي يا ابني. انا عايزك تثق فيا، ما دام وعدتك هرفدك هرفدك، لازم تثق يا ابني. يا دولا انا مش عايز اثق فيك خالص يا دولا. يعني ايه؟ لا 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 انا لازم اوفي بوعدي وخلاص. انا وعدتك ان ارحلك على بلدكو، تذكره الميكروباص حجزتها تاخدها وتتكل على الله. روح بلدكو يا رمزي. يا دولا يا دولا ابوس ايدك يا دولا والنبي يا دولا. 500 وال600 اللي بتطلعهم بالهبل كده ده عادي. سناء لو سمحتي بعد اذنك ما تقاطعنيش، اما يجي دورك في الكلام ابقى اتكلمي براحتك. بالنسبه بقى لعدد واحد كتاب نايلون هيكلر، حماتي معلش انا سالت على الكتاب ده لقيت ان في صعوبه يدخل مصر، من الممنوعات ما ينفعش يدخل لنا خالص، لكن في واحد هقدر اجيبه منه ب 1000 جنيه بس، اي حد ممكن يروح يستلمه من حلايب. ما يا عادل برضو المثقفات محتاجه لتضحيات. تضحيات؟ طب وانا اضحي ليه؟ ابعتي الهانم تروح تستلمه هي من حلايب. حضرتها طالبالي عدسات لونها مش موجود اصلا، ما فيش بني ادمين لون عينيهم كده يعني. ايه ده؟ لا في طبعا، مهاب صاحبي في الجامعه، ده مامته صربية وبابا صومالي. مامته صربية وبابا صومالي؟ طب يحمد ربنا ان هو عايش لغاية دلوقتي يعني. العمار بيد الله يا عادل. ايوة يا ماما على رأيك. المهم يا جماعة انا عايز اقول لكم ان انا كان نفسي بجد، كان نفسي اجيب لكم كل طلباتكم، مش بس الطلبات اللي انتوا طلبتوها مني، انا كان نفسي اجيب لكم اكتر من كده، كان نفسي اجيب لكم اي حاجة حتى انتوا بتفكروا فيها، مجرد ان انتوا بتفكروا بس. انا اعمل ايه؟ انا معيش فلوس، معيش فلوس اجيب لكم كل الحاجات دي. انا كل اللي احتكم عليه في دنيتي هم 8 جنيه وربع بس، جايبهم من واحد بدون ذكر اسمه، يعني اسمه رمزي. احنا مصدقينك يا عادل وبنثق فيك. ربنا يخليك لي يا ماما، ربنا يخليك. انا مش عارف اقول لكم، انا اسف يا جماعه، انا اسف. no, انا اسف. نو 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 بليز دونت سي سوري يا عادل. بصراحه احنا لما طلبنا المتطلبات دي احنا كنا بنستغلك يعني علشان المصلحات بتاعتنا. ربنا يخليك لي يا حماتي، ربنا يخليك لي، يعني بشكرك على الصراحه اللي انت صريحه فيها دي. ماشي يا بيبي، بالنسبه للعشاء الرومانسي اللي انا كنت طالباه مش ضروري يعني يبقى في مطعم فاخر، يعني ممكن احنا نبعت نجيب 2 كيلو كباب وكفته وفرختين وحمامتين وشويه سلطات وشوربه ونتعشى في البيت بقى. هو ده كده يبقى عشاء رومانسي؟ ده كده رومانسيه الجوع يا ماما. عادل انا ممكن اريحك واقول لك تعمل ايه علشان ترضينا. انت بالذات ما تتكلميش خالص يا سناء. انا بقول لك اهو، انا لو معايا 1,000,000 جنيه مش هجيب لك العقد ابو 5 جنيه اللي انت بتقولي عليه ده. يا جماعه يا جماعه ارعوا ظروفي، يا جماعه ارعوا ظروفي لو سمحت. اطمن يا عادل، احنا مراعين ظروفك وعارفينك كويس، واللي ما تقدرش تجيبه السنه دي تجيبه السنه الجايه، المهم نكون مع بعضينا. ربنا يخليك يا ماما، فعلا لازم نكون مع بعضينا. يعني انتوا مش زعلانين مني بجد يعني؟ لا. اوكي اوكي. وانت شفتها فين بقى؟ انا اول مره شفتها صدفه، وبعد كده قررت ان انا يعني ادخل البيت من بابه. تدخل البيت من بابه؟ لا والله براوه عليك يعني. وبعدين مساله عجيبه قوي، انت مش شايف يعني ان هي صغيره عليك يا عم؟ الحاجات دي ما بقتش تفرق معانا خالص على فكره. وبعدين يا عم يعني انا شاب جاهز وعندي شقه وعندي عربيه بتاعتي والموبايل ابو كمرتين كمان. موبايل بكمرتين؟ حلو قوي. وانت اهلك موافقين على كده؟ طبعا موافقين وبيشجعوني كمان على كده، علشان اكمل حياتي مع البني ادمه اللي انا اختارها قلبي. اختارها قلبك ياد ورجلك ياد، لغايه دلوقتي بتخاف تنام في الضلمه؟ انا هقف جنبها يا عمي لحد ما تتغلب على خوفها من الضلمه. لا حول ولا قوه. بص لغايه دلوقتي بتلعب بالعرايس. انا هجيب لها عرايس يا عمي وهلعب معاها كمان بالعرايس يا عمي. انا اتكلمت معاها والله العظيم، وهي يعني شبه موافقه. اتكلمت معاها من ورايا؟ بتقرطصني يالا؟ يا عم انا ما كانش قصدي اقرطصك خالص على فكره.
انا ما اتكلمتش معاها كتير، حبه صغيره. حبه صغيره يا هانم، انت يا هانم تعالي شوفي بنتك، انت يا هانم. في ايه عادي؟ انت بتزعق كده ليه؟ ايه اللي حصل؟ بزعق كده ليه؟ قلتلك 100 مره ما تفكيش الضفاير بتاعت البنت. انت قلتيلي من غير ضفاير هتبقى احلى بكتير، ومشيتيها لي بزعرورتين. اتفضلي الزعرير بتاعتك يا هانم. الهانم الصغيره ماشيه بتتعاكس من شباب الحته، وادي العينه الكابتن نادر. يا عم نادر بيعاكس الهانم وهي ماشيه، فاكر ان هو لمجرد انه عنده بتاع ده شقه وعربيه وموبايل بكاميرتين ان انا هوافق ان انا اضحي ببنتي بضنايا، ومش بعيد يكون بيقرطصنا وبيركب معاها المراجيح من ورانا. يا عمي انا اخرس خالص. بابا هو مين ده؟ مين ده؟ يا نهار اسوح، انت خلاص من كترهم بقيت تتلخبطي فيهم. ايه يا جماعه الدوشه دي؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ هو انا يا ابني مش قلت لك ان انا عمري ما هرتبط بيك؟ هما قاعدين جوه بيعملوا ايه؟ طب اروح واجي تاني؟ وانت فاكرني جاي علشان اخطب البنت الصغيره ده؟ يا رانيا، رانيا مين اللي كسر ازاز الحمام كده؟ هيكون مين يعني يا عادل؟ خمن كده؟ ايه الشعب عمل ثوره على الحمام وكسر الازاز ولا ايه؟ لا وانت السيد ده جدك يا سيدي عمال يزقلنا بالطوب، يزقلنا بالطوب من بالليل. انا مش فاهمه ايه لازمه الثوره الصامته دي، ما يقدم مذكره بطلباته. هو معتصم ولا ممتنع عن الاكل ولا حاجه؟ تقريبا. وبعدين بقى؟ ما تقلقش، احنا بعتنا له متحدث رسمي باسم العائله عشان يعرف طلباته ايه. وقعت عليهم زنازين وبراكين. زنازين ايه بس يا بابا ستو؟ طب ايه رايك تبيع الزنازين دي للسجن او تكسب فلوس بدل ما انت عمال تخسر كده؟ بس يا هبل، بس يا هبل سجن، بس يا هبل. طب قول لي بس يا عم، قول دلوقتي في حد داسلك على ديل؟ ولا ده انا ادوس على ديول عيلتك كلها. شباطش شباط زياده شباط. امال ايه بس اللي مشعرك كده يا عم بقى؟ انت بتنرفز عليا وبتعلي صوتك عليا قد هوبا. دول الناس دول كانوا كل يوم بيبعتولي 4 حتت لحمة، النهارده بعتولي 3 حتت لحمة بس. ايه ده 3 حتت لحمة بس؟ يعني مفيش فراخ ولا كباب حله ولا حوشي؟ ولا تبقى تجي لي تقعد كل يوم انا احط لك شويه اكل واحط لك شويه سريس واحط لك شويه حب. حب؟ حب الشباب ولا حب العزيز؟ لا حب يضربك بقى. لا 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 يا بابا ستو، لا 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 لا. خش يا صرصار، خش يا صرصار. ايه هتضربني ولا ايه؟ خش يا صرصار. ماشي ماشي. هي يا ابني مالك في ايه؟ لا مفيش، مرات عمي بس اسلامها الدمويه رد في وشي عشان كلت. يعني كلت؟ كلت ايه؟ دي رانيا هي اللي طبخانانا النهارده. يا حبيبي ليه تعمل في نفسك كده بقى؟ يا ريت يا ريت والله كلت ابو رانيا، ده انا كلت ضرب مربح من الراجل اللي ورايا. الراجل ده وش ما الحقيني الحقيني. ضرب مربح. انت لسه شفت حاجه يا صرصار؟ ماشي ماشي. وفين الواد اللي هفى اللي اسمه عادل؟ راح الشغل. مرات عمي والله العظيم انا دوله وحشني قوي والله. انا هروح له دلوقتي علشان نار دوله ولا جنه الراجل اللي هناك ده. وانا مرات عمي والله العظيم. ماشي ماشي يا بابا ستو ماشي. خد يا صرصار. ناولين المقاشة يا نعم، ناولين المقاشة. حاضر حاضر يا بابي. ايه يا رورو مالك حبيبي؟ واي ار يو سو نيرفس كده؟ اهو هو نيرفس ولشوفك يبقى نيرفس. وعارفة ولو الواحد كان نيرفس ولو ما يشوفك وانت عاملة ايه؟ ميرسي تي تري جونتي. طب ما تقومي كده بقى قمر يا حلو وتمشي قدامنا كده عشان الواحد يتفرج على الفيديو كليب. نوتي 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 بابي. وايه وانتوا فين الاكل امال؟ وبعدين انتوا قللتوا اللحمه بتاعتي وبعتين لي 3 حتت وليه؟ بس الفلوس على القد. طب على قدكم انتوا، لكن انا مالي. وانتوا هتورثوا هتورثوا هتورثوا، عارفين هتورثوا كام؟ كام كام؟ مين اللي قال كام؟ انا اللي قلت كام. انا اسفه انا اسفه ان انا قلت كام. هي الولية دي تبع مين امال؟ حبيبي حبيبي تبعي انا انا انا.
انا خلاص تغلط براحتها جميل. انت قمر يا عسل وطحينه، وهاتوا بقى ايه عيش سخن ونغمس. عارف يا بابا، انت عارف ايه؟ النفقه بتاعتي اتقطعت. هو يا هو يا هو مين اللي قطع امال؟ الموكوس سعيد طليقي. وطلعك امتى؟ وانتوا قلتولي، انتوا قلتولي ولا قلتولي؟ الله، امال انا قاعده هنا ليه؟ قاعده هنا ليه بقى؟ انا هقول لك يا رورو يا حبيبي، اصلي الراجل اللي طلقها ورماها بره البيت كده بالجزماتوس، ها يعني قطع عليها النفقاتوس بتاعتها، وهي بقى عايزه واحد راجل بعدلات كده عشان يوقف لها وعلشان ياخد حقها. برضه مش هتتجوزي باب. وانا برضك باب يعني، وهقف لها بقى. طب وهقف له فين الراجل ده؟ هو عنوانه سبع شارع البرانسيون. برانسيون؟ واروح شارع البرانسيون؟ اروح شارع البرانسيون يجيلي شارع البرانسيون وانا اقفله شارع البرانسيون. ما هو بيخاف منك وبيهابك من يوم قراية الفاتحة، وبيعمل لك الف حساب. الف حساب؟ والف وحساب وجغرافيا وحساب مسلسلات يلا. فينك بقى بركات؟ وفينك سعيد يا عمي؟ سعيد او سعيد؟ وفينك وفين ايامك وفاكر والطاوله وجهار وشيش وياك بابا خش في الموضوع. ومش كان في بنت اسمها شرح كنت تعرفها ما كنت بتجوز بنتي؟ طيب انت معاك تليفونها؟ معاي. طب بصوري بقى، بصوري. لا سيبك منها، انا عندي ليك واحده كده ما تضربش لسه فيها مفك. واستعملت طبيب ولا ايه؟ وانا ببيع لك اباجوره. بابا خش في الموضوع. خش انت جوه، انا ما عنديش ستات يقفوا في وسط الحريم. يلا اتكل على الله جوه. يلا وانت عامل ايه بقى؟ وازيك يا رؤوف؟ واخبارك ايه؟ سعيد يا عمي، سعيد. طيب خد يا بيت، خد يا بيت، انت يا مترنك، يا مترنك اخضر، تعال خد. مش فاهمه حضرتك بتوجه النداء ليا انا؟ امال يعني لبك؟ ما هو حضرتك لو عايز مامي انا ممكن اخش اندهلك عادي يعني. لا روحي اعملي لقمه للراجل الغريب اللي ما اعرفوش. لا يا عم ربنا يخليك، مش عايز اكل. لا متشكر، الا طبيخ رانيا. لا بلاش طبيخ. طب روح يلا، روح على دوبك اجري، ومش عايز حد يلقوه. الصحة ما عادتش مستحملة يا عم رواش. وانت اخبارك ايه دلوقتي؟ انا الحمد لله كويس، بس من طيع مراتي حصل لها مشاكل من تحت طبيخ رانيا. وحصل لها ايه من طيعي؟ كلت الطبيخ من هنا، شعر راسها كله وقع على الارض من هنا، اضطرينا نجيب لها باروكة وبنسدد في ديونها لغاية دلوقتي. يعني مراتك بقت قرع ورأي المثل، يا قرع رخ رخ على مطرة بنت خالتي. امال فين سناء؟ سناء بنتي وبتنظف الاوضه بتاعتي والفوق. عايزه ليه؟ اصلها كانت قالت لي اجي اقبض جمعيه، فقلت اجي اخلص المصلحه دي وامشي. طب دلوقتي وانت ليه مصاهين وعلى النفقه؟ لا 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 لا، عيب ما تقولش مصاهين. مصاهين ده ايه؟ انا مستنطع. انت عارف منطقي والباروكه واخده مني فلوس كتير. يعني انت عشان ما تشوفش الباروكه وتشوفها قرعه واحنا نجوع من الموت؟ طب ونعمل ايه بس؟ لا ده بص، لا انت لازم تجيب الفلوس بتاعت النافع. ايه ده؟ انت بترفع عليا السلاح؟ وغزك، وانت فاكر يعني ان انا زهايمر وعجوز؟ لا ده انا غزك واطلع لك كرشك ده وغزك. عارف اعمل ايه؟ قلت لي بقى يا دولا البيت بقى كله جنينه؟ بقى كله جنينه، والجنينه مقدور عليها، البيت بقى كله ناموس يا رمزي. دولا هو كل القرص دون من ناموسه؟ ناموسه ايه يا اهبل، ده جيش ناموس. وقال لك يلا عادل سعيد اهو اهجم كله على القرص. ايه يا رمزي؟ معلش يا دولا، معلش والله، بس على فكره بقى دولا اكيد اللي قرصك ده اكيد يعني ناموس. يا سلام، امال انا بقول ايه؟ قوم يلا من خلقتي، يلا قوم يلا من خلقتي. معلش يا دولا بقى بالناموس ده بقى، معلش. لو سمحت يا عم بتاع الزرع، انت تعالى. تنادي على مين يا بتاع الزرع دول؟ عايز اساله الزرعه بتاعتي اللي في البازار ما زرعتش ليه يا عم؟ امور يا باشا. بعد اذنك يعني ابعد الزرع ده عني عشان مش ناقص ناموس زي ما انت شايف اهو. دي الزرع ده ما بيلمش ناموس.
امال ايه يعني ما بيلمش ناموس؟ امال بيعمل ايه؟ دي زرع اصطناعي. اصطناعي اصطناعي بيفكرني بالناموس برضو، بعيدوا عني. لو سمحت يا عم هات لي واحده بس لو سمحت. دول ادفع له بقى 20 جنيه. 20 جنيه في زرع صناعي؟ امال لو طبيعي يبقى بكام؟ ده الطبيعي بيعدي يا بيه، ده توصل الواحده 50 جنيه. انت بتزعلي ليه؟ 50 جنيه؟ 50 جنيه؟ 50 جنيه؟ طب واللي عنده مثلا كميه زرع حوالي 500 زرعه؟ 500 زرعه يا سواد السواد، ده ممكن يفتح بنك ائتمان زراعي ولا مشتل. انت ما بتزعلي ليه يا عم؟ بتزعل ايه؟ مشتل مشتل، هو ده 500 زرعة في 50 جنيه، حوالي 25,000 جنيه. يا دولة معاك 25,000 جنيه ومستخسر فيه 20 جنيه يا دولة؟ لا 20 جنيه مش قضية، بس هو الفكرة بتاعة المشتل، هي دي فكرة. ألا بقولك يا دولة، هو أنا الزرعة دي يعني بقى أسقيها كل 3 أيام؟ يهبل يهبل، زرع صناعي تسقيه كل 3 أيام؟ صناعي يهبل، اسقيه كل ما يعطش. الله ينور عليك، ده أنا ما كنتش أعرف يا أخي ما تجيب 20 جنيه. اتفضل يا سيدي اتفضل، ادي ال 20 جنيه. ولا رمزي طلع لسانك، طلع لسانك. ايه ده دولة؟ ده اهم حاجه، عرفت اسعار البضاعه اللي موجوده هنا ولا زي البازار؟ ايه ايش ما كنت عارفني؟ انت تعملي فيها في اللحمه؟ انا عشان عارفك، عارف ان انت هتبوظ كل حاجه. اهم حاجه يالا الزرع ده يخرب بيتك، يخرب بيتك. الزرع ناشف يالا، انت ما سقيتوش بقالك يومين شكلك كده. ايه دولة؟ ما عادي يا عم، انا الزرع اللي عندي في البازار يا دولة اللي شاريها من عند الراجل بقالي اسبوع يا عم، ما سقيتهاش ولسه خضره وما نفشتش. ما نفشتش ايه؟ يهبل يهبل، الزرع اللي انت واخدها من الراجل دي بلاستيك، يعني اكيد الراجل سقاها قبل ما يبيعها لك. يهبل. اه تصدق صح. ايه يا حبيبي في ايه؟ هو انت استحليت حكايه الزرع ولزقت فيها؟ معلش يا رانيا ما تزعليش نفسك، هو عادل كده بقاله كام يوم قلوده قلوده غتيت. يا حبيبتي يا رانيا. حبيبتي يا رانيا، متهيألي غريبه دي شويه سناء. لا لا، ما خلاص سيبيني حبيبي، احنا عملنا معاهده سلام وعملنا تصالحات مع بعض وكده، احنا كلنا بنحب بعضنا، عشان كده مفيش داعي للزرع ده. مفيش داعي للزرع ده؟ لا بقول لكم ايه، انا الزرع دلوقتي ده بقى مشروعي، وبعدين الحمد لله خلاص ربنا قدرني ودفعت لكم ثمنه 5,000 جنيه، عايزيني تاني؟ ما احنا ما اختلفناش يا عادل، عادي الزرع ده كنا جايبينه عشان مهمه معينه وخلصت، والحرب الحمد لله بقت سلام زي ما قالت مجيده هانم. يا سلام، اعتبروني يا ستي من قوات حفظ السلام، بس الزرع ده مش هيمشي من هنا غير لما يتباع ان شاء الله، لان انا حاطط فيه كل فلوسي وكل ما املك. بس عادل عادل، الناموس اكل وشاتنا كلها. وشاتكم مفيش اي مشكله عليها من الناموس، وخصوصا ان الناموس ده قرص وبيعتبر علاج، مش كده ولا ايه يا رانيا؟ ايوه يا بيبي، بس انا مش بعرف انام من الاصوات. الضفادع طول ما هي قاعده عماله تعمل اصوات غريبه. ما هي ضفادع، عايز الضفادع تقول سيو 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 سيو، ما معروفه الضفادع بتقول ايه. وبعدين الضفادع دي انا اعملها في مزرعه مخصوص عشان اصدرها لفرنسا، محل بيقدم الضفادع هناك اسمه الضفدع البريه. مش معقوله يا عادل البيت يتحول لمشتل والراي. اشربوا بقى. الحمد لله وقع من فوق الدولاب. سلام، 25,000 جنيه من زبون واحد بس يالا رمزي. يا بختك يا دولة، يا بختك يا عم، انما انا بقى الزرعة دي قاعدة في قرابيزي محدش راضي يشتريها يا دولة. يا ابني اذا كان محدش راضي ياخدك انت فوق البيعة بتاعت الزرع كله، اعمل لك ايه؟ ما انت رجعت تاني يا رمزي، اعمل لك ايه؟ يلا يلا الحمد لله الحمد لله. ايه ده؟ في ايه؟ انت اللي بعت الزرع للعيال دي؟ لا حضرتك مش انا، ده الواد ده. بس يا دول عنك انت يا عم، ما تقلقش يا دول، انا بقى ابن عمك رمزي هيشيل عنك كل القضية يا دول، بس وصيتك يا دول الزرع دي والنبي. ها؟ خير يا عم؟ انت اللي بعت الزرع ده؟ لا مش انا، ده دول. هو ده اللي هيشيل عنك، واوعى وحوش. ماشي ماشي، انا هتصرف. خير حضرتك؟ انا عايز اعرف مين اللي باع الزرع للعيال دي. حضرتك انا اللي بعت الزرع لحسن ونعيمه. ايه اللي حصل؟ هات الفلوس احسن لك، وخد الزرع الدبلان بتاعك ده، انا محمله بره في 3 عربيات نقل موجودين تحت. حضرتك ليه بس؟ ايه اللي حصل يعني؟ انا بقى مش مجوز حسن لنعيمه. ليه يعني؟ هو عشان شغال مغنوات يعني؟ لا انا دي جي. حضرتك في ايه بس؟ هات الفلوس احسن لك. طب ما فيش امل بس يعني نصلح بين حسن ونعيمه؟ قلت لا، هات الفلوس.
ماشي ماشي، حضرتك خد الفلوس وممكن حضرتك كمان تاخد الزرعة دي فوق البيعة. ايه؟ لا يا دولة دي زرعتي يا دولة. يبقى خد الواد ده فوق الزرعة دي. يلا معايا. يلا قدامي. الحاني يا قدامي. يلا يلا مع شيخ الغفر.